مساء الخير. لو سمحت مستر محجوز موجود؟ محفوظ. تمام يا فندم، هو موجود في ميعاد. ممكن تقول له نيلي وشريهان احفاد مكاوي؟ تمام، لحظات وهبلغ. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا بنات، ازيكم؟ هاي. معقوله كبرتوا وحلويتوا قوي كده؟ اهلا اهلا اهلا، اتفضلوا. ميرسي. ثانك يو انكل، ده من ذوقك يا حاج. حاج اكيد انت بنت عبد الحليم صح؟ صح. وانت بنت عبد الله؟ ايوه. وانت ابن مين يا حبيبي؟ انا ابن صادق جاد الحق. مين صادق جاد الحق؟ ابويا. هذا سيف، هيز ا فريند اوف ماين، هو مش قريبنا خالص. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في موضوع. انت تأمري بس مش نشرب حاجه تطري على قلبنا في الاول، عندنا هنا مخيتو يجنن. متر، تحت امرك يا استاذ محفوظ. اربعه مخيتو بسرعه لو سمحت، اكسترا ليمون، اكسترا مينت، اكسترا اي، اكسترا جبنه رومي، وحياه ابوك وسيح. اكيد اكيد انت بنت عبد الحليم. اهلا وسهلا. اهلا هو ده بقى. طب شكرا يا ابني، متشكر جدا. تشيز. نعم. ها، وانت ابوك عامل ايه؟ لا، انا ابويا الله يرحمه مات يا حاج. الله يرحمه ويحسن اليه يا رب. وانت باباكي عامل ايه؟ أنا بابي في السجن. أنا مكرم. أهلا وسهلا. أنا وأنت برضو بابا في السجن؟ لا، أنا بابا في السعودية. معلش معلش يا بنات، أنتوا لازم تعذروني، أنا بقالي 10 سنين من ساعة ما عملت المكان ده هنا في الغردقة وأنا ما بنزلش القاهرة، لا أعرف فيها إيه ولا درس فيها بيعملوا إيه. حلو أول ملوخيته ده، بس أنتوا ليه مش بتخرطوا الملوخيته وبتحطوها زي ما هي؟ لا لا لا، وحش، ما عجبنيش، بيلسع كده، بينك في حاجه مصننه. ده حلو قوي الدوله ناتش. من الخيط ده. ايوه. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه كده. تحت امرك يا حبيبتي، بس مش الاول تشربي الدرينك بتاعك علشان تبلي ريقك وبعد كده نتكلم. والله انا مش قادره خالص، اصل احنا جايين من السفر على حضرتك على طول. طب مش عايزه الملوخيت بتاعك الدول. اتفضل. انتوا جايين من السفر على هنا على طول؟ مش معقول، يبقى انتوا بقى على لحم بطنكم، لازم تاكلوا. عندنا هنا فيل يجنن، بنجيبه من المزارع بتاعتنا في نيوزيلندا. انا اول مره اسمع ان الفيل بيتاكل. طب لو امكن بقى يبقى حته من الزلومه عشان تبقى مقرمشه. فيل ايه يا متخلفه؟ بيقول لك فيل، فيل يعني لحمه عادي. اه يعني اكل. إيه؟ طب لو اكل بقى؟ لا مش عايزه لحمه، ممكن بقى شويه فراخ كده محمره على رز ملوخ او حواوشي. عندك حواوشي يا حاج؟ فعلا فعلا بنت عبد الحليم. على العموم انا تحت امرك في اي حاجه انت عايزه تاكليها، اما الحلو بقى فسيبيه عليا. عندنا كريم بيولي يهبل. ايه البراولي ده يا حاج؟ مش بقول لك فعلا بنت عبد الحليم. هو ليه كل ما اقول لحضرتك حاجه فعلا بنت عبد الحليم؟ هو ابويا ده كان بكابورت وانا مش عارفه. مستر حنتوس، هتشرب الملوخيتو بتاعك؟ لا لا، اتفضل يا حبيبي. اديني بقى ملوخيتو. انا بقى انا مش شايفه ايه كيف انا ملوخيتو. سيف، انت كويس؟ انا كويس، بس الملوخيتو ده بيمشي البطن وانا مش شايف حمام هنا، ولا انتوا بتحفروا في الارض ولا بتعملوا ايه هنا؟ لا لا لا، الحمام هناك على ايدك اليمين. طيب مش هروح انا بقى. اتفضل اتفضل. اروح الحمام انا. مش مهم. انكل، احنا كنا عايزين حضرتك في خدمه ضروري قوي. تحت امركم يا حبيبتي، انتوا مش عارفين جدكم كان يعني ايه بالنسبه لي، ده ياما وانا صغير ساعدني ووقف جنبي، ده صديقي الصدوق، حتى بالاماره كمان العربيه اللي اداها لي زمان وانا صغير لسه محتفظ بيها في المكان ده لغايه دلوقتي، كانت وش السعد عليا. عربيه ايه؟ عربيه اداها لي زمان قبل ما يموت الله يرحمه. طب هي فين العربيه دي؟ موجوده هنا طبعا.
طب ممكن نشوفها بعد إذن حضرتك؟ طبعا يا حبيبتي تحت أمرك. تفضلوا تفضلوا تعالوا تفضلوا. لازم اهي هي دي. طب بعد اذن حضرتك احنا عايزينها. ايه عايزينها؟ عايزينها ده ايه؟ روح النونة. هو مش حضرتك قلت لنا ان جدنا اديها لك هديه؟ احنا عايزين نرجعها. في حد بيرجع الهديه برضو؟ معلش يا انكل محفوظ، اصل احنا عندنا شويه ظروف كده وكنا مزنوقين في فلوس، فممكن العربيه دي تحل لنا الازمه. مزنوقين؟ اه. طب حس ان انتوا مزنوقين بقى، انتوا بتعدوا عليا اول كل شهر، اغديكوا ولا اعشيكوا ولا ادوكوا حاجه تدفعوها؟ ايه يا عم انت، واحنا بنطلب منك حسنه؟ احنا بنطلب حقنا. طب ايه رايك بقى يا برنس ان احنا مش هنخرج من هنا الا لما ناخد العربيه دي؟ لا، هتخرجوا من هنا ومن غير العربيه دي، وهتخرجوا بالذوق احسن ما اجيب الامن يهزقكم ويبهدلكم، مفهوم؟ وهتدفعوا ثمن المخيط اللي انتوا شربتوه. ها، على فكرة أنت اللي عزمت علينا يعني. استني عشان بيقولك هندفع الموخيتو. معاكي فلوس يا نيلي؟ لا طبعا. أنت معاكي؟ أكيد لا، ما كنتش سألتك. طب نشوف سيف، أكيد معايا. أكيد سيف. بيعمل إيه ده؟ هنعمل ايه بقى مع انكل محفوظ ده؟ انت لسه بتقولي عليه انكل؟ ده راجل ما عندوش ضمير. ايه ده؟ نعيم، نعيم يا نعيم، يا نعيم وحشتني يا نعيم. سوري هيز درونك، هاف ا نايس داي. انت بتتكلمي انجليزي ليه؟ ده نعيم. اسكت بقى، كفايه فضايح، خليك ماشي ورانا هنا. حاضر. طب تفتكري العربيه دي هيطلع فيها الفلوس فعلا؟ لا طبعا، ما كانوا لقوها من زمان، اكيد عدد تاني. ايه؟ لا عدد تاني، لا انا مش قادره على الفرهده دي بقى بجد. بس يا حبيبي بقول لك ايه يا شريهان، ما تيجي نفكنا بقى من الكنز واللغز والكلام ده ونروح نقضينا يومين في الجونه وخلاص، وبابي بقى هارد لك هو حظه كده. هنعمل ايه؟ انت هبله يا بنت انت، جونه ايه؟ حرام عليكي. بقول لنا بقى فين اليخت بتاع صاحبك مو ده، عشان خلاص رجليا وجعتني. اليخت اهو. ايه ايه انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ مفيش اصلا. بس بقى ايه يا ابي هاني اللي انت عامله ده؟ يالا انت فاكر نفسك بتنشط السياحه يا روح خالتك؟ سياحه ايه؟ دول زمايلي في المعهد، وجيت هنا سبحان الله لقيتهم صدفه. قولي لها يا سماح. يا جماعه مالكم قافشين كده ليه؟ يلا اطلعوا بسرعه، ده الست قريبتكم دي طلعت جامده. بس قريبتنا مين دي؟ ايه واو، خالته صباح. نهار اسود يا خالتي، انت جيتي مع مين؟ جت معايا. انتوا ما تعرفوش تزوغوا مني. فين ماما ميمي؟ ماما ميمي يا حلوه في الحفظ والصون. خطفتوها يا كلاب؟ لا، بنفرجها الشعب المرجانيه. ماما ميمي لو سمحتي اقعدي يا حبيبتي. حاضر حاضر، هركبك باراسيلينج تاني. هي ايه يا اختي المزيكا المسخه اللي حاطينها دي؟ شيشي انت بقى ومزاجك عنب، ومش همك المصيبه اللي انت دبستينا فيها. مصيبه ايه يا اختي اللي انا دبستك فيها؟ التسليمه السوداء اللي سلمتيها لنا للي اسمه ضاحي ده. انا يا اختي ما سلمتش حد وما اعرفش حاجه. الراجل جالي وقال لي ان هو صاحبكم وسالني راحوا فين. قلت له يا اخويا راحوا الغردقه. قال لي طب انا رايح له. قلت له طب والنبي يا اخويا عشان خاطري تاخدني معاه. خدني معاه. مش انتوا اللي سبتوني وتلمتوا على بعض وما رضيتوش تاخدوني؟ قال ايه مفيش مكان في العربيه، اديني جيت لكم على قلبكم اهو. انت عارفه الراجل اللي انت جبتيه لنا ده مين؟ هيكون مين يعني؟
الزفت المساعد بتاع عم دهب اللي احنا ما صدقنا ان احنا خلصنا منه. تخلصوا من مين يا حلوة؟ اوعوا تتخيلوا انكم تقدروا تخلصوا مننا، اي حاجة بتعملوها بتبقى تحت عينينا، فما تفكروش انكم تقدروا تزوغوا مننا عشان ده مش هيحصل خالص. لا خالص، نزوغ ايه؟ احنا اصلا جايين لغردقة عشان انا اخد تان، وانا كمان حتى I got sun kissed. مش حاسس؟ انا كمان مش حاسس، وبعدين كمان عشان ندور على الكنز واحنا فريش. وكنت رايحين لمحفوظ عشان تبقوا فريش برضو. اسكت، ده عندهم بقى كريمة البراوني دي تحفة، بص مزلزة كده. ده انا بحب الزليزة قوي. خد امسك يا مزلز انت. بقول لك ايه يا اختي، انا ماليش خلق، انا جاي عشان اسيف وانبسط واشم هوا واشم النسيم كمان معاه. عن اذنكم بقى. براحتك يا بهدوره، براحتك. انا رايح اخويا اقعد مع الشباب. بقول لكم ايه، انا مش جاي النهارده، احنا ورانا شغل. ليكوا ايه عند محفوظ؟ لقينا عند محفوظ العربيه اللي كانت في اللغز. حلو، ولقيتوا فيها حاجه؟ ما عرفناش نوصل لها، متعلقة في حتة عالية في المطعم. أحيه، وهنعمل إيه؟ ولا حاجة، هنروح بالليل، هيكون زحمة ودوشة وكده، فهنتسبسب في وسط. هنتسبسب إيه؟ نتسبسب إيه؟ ما هنتسرسب. أوكي whatever، هنتسرسب في وسط الناس ونوصل لها. طب لو اتقفشنا؟ لا لا لا، ما تقلقوش من الحكاية دي، حتى لو اتقفشتم هخرجكم منها زي الشعر من العجين. فوتكم بعافية. بس اوعوا تفتكروا انكم تقدروا تغيبوا عن عينينا، ها؟استنى يا هاني، ما انت ما بتعرفش تعوم. ايوه.
قوي، هما اللي تبقى بيرفضش يقعدوا. استنوا بقى، لا مؤاخذة يا حاج. ايه ده؟ خش على الثانية يا دوامة. سيبوه يغور في داهية. ايوه ايوه ايوه، ده مش مهم مش مهم، عادي سيبوه. اطلع يا هاني، يا هاني اطلع. هما العيال دول مجانين ولا ايه؟ رايح فين يا اخويا؟ لا بلاش، انت مصر عايزاك استنى. يا لهوي، الحقنا موت، الحقنا موت. ابعد ابعد ابعد، يا شيخ اهبل منك. لا يا عم، ازيك يا عم؟ استنى، ما دي هرب يا موت. يا نهار اسود، سبتوني لوحدي في الميه؟ بس ده ما بيغلبش ابدا. انا هتصرف. هتصرف هتصرف. المنظر اللي انا شايفاه ده، انت جبتي الشيشه دي منين؟ هو انت ليه مصره تفضحيني وتعريني قدام الناس؟ مالك يا شملوله مستعريه من الشيشه ليه؟ دي الشيشه يا اختي حتى بقت عالميه، كل العالم بيشايش زيها زي الشاي. مش شايفه الروسيات اللي هناك دول الامامير دول بيشيش، وكابتن ميدو كمان بيشايش، وكيم كارديشيان بتشيش، انا شفتها بعيني، وبتشرب سلون كمان. مش مصدقه التخلف اللي انت بتقوليه. انت عارفه انت ناقصك ايه يا صباح وتكملي الفضيحه؟ ايه يا روح؟ ناقصك مفرش وحله محشي. اخسى عليكي، وإذا حاجه تفوتني جبتها طبعا، بس دخلتها جوه في المطعم عشان يسخنوك، اصلها ما تتاكلش بارده ابدا. اشيل لك صباعين؟ صباح انا كنت ابتديت احبك واشوف فيكي حاجات كويسه، من فضلك ما تلغيهاش بقى بليز. النهارده ما تتكلميش معايا خالص. اوكي اوكي، بس بقول لك ايه يا اختي والنبي، وانت رايحه كده بيقولوا الواد بتاع الشيشه يجي لي عشان عايزاه يسلك لي الرفاص. عيب اللي انت بتقوليه ده، انت بتقولي ايه؟ جهله. هو انت فاهمه حاجه؟ هو انت تعرفي انت الشيشه دي ايه؟ شريهان ملك قاعدة متضايقة كده، أكيد مكسوفة من خالتك والحاجات اللي بتعملها. بقولك إيه يا نيلي، فكك مني عشان متضايقة بجد، وممكن أديكي من البوكس عادي. ليه مالك؟ إحنا قاعدين على البحر، المفروض تبقي مبسوطة. أنت أصلاً أول مرة تشوفي بحر عجاز صح؟ بلا بحر بلا زفت بقى، أدي أهو اتفضلي، ده اللي خدناه من البحر. اوكي بصي شريهان، هو عنده حق بصراحه. عنده حق ليه بقى؟ ان شاء الله هم احسن مني في ايدي، حتى مسلوعين وقد كده. لا يا شريهان ام سوري، اكيد مش هتدخلي في مقارنه مع دول، عشان لو دخلتي في مقارنه هتبقي خسرانه. خسرانه ليه ان شاء الله؟ عشان دول بنات. بنات؟ امال انا ايه يعني، سوزوكي تمنيه؟ لا حبيبتي، يور بيوتيفول اي نو، بس انت عندك سم ايشوز كده. بقول لك ايه يا نيلي، بلا سم ايشو ولا بتاع، بقى اسكتي عشان انا ممكن اديكي في وشك. شريهان I'm your cousin، فلازم ابقى دايركت معاكي. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا من بكاني وضحك عليا. ايه اللي انت بتقوليه؟ ما الاثنين واحد، ضحك عليا، دول الاثنين حاجه واحده. يا بخت من بكاني وضحك عليا، ولا بكاني وقفل عليا. يا نيلي انت بتقولي اي كلام، خلاص اسكتي. انا فاهمه انت تقصدي ايه، انا عارفه ان انا يعني شكلي مبهدل ومش مهتميه بنفسي، بس والله غصب عني يا نيلي، اعمل ايه؟ مش بايدي. لا مش غصب عنك، اهتمي بنفسك شويه. امتى بس يا نيلي؟ ده انا كنت بصحى من النوم انزل على الشغل، ومن شغلانه لشغلانه، وبرجع اخر الليل مهدوده وتعبانه لغايه ما اتعودت على كده. وبعدين يا نيلي انا معيش ولا فلوس ولا وقت عشان اشيك واجيب لبس واحط مكياج زيك كده. انا عارفه حبيبتي ان انت يور فيري بيزي، وعندك من شغلانه لشغلانه، وكل ده حاجه كويسه،
بس معقولة يعني يومك كله ما عندكيش فيه ساعة واحدة حتى تروحي سبا؟ سبا؟ ايه السبا ده؟ استغفر الله العظيم، احنا غلابة يا نيلي، سبا ايه؟ ده مش حاجة حرام على فكرة، كل بنات بتروح، قصدي يعني ان انت تروحي تقعدي في جاكوزي في ساونا تعملي مراكن باث. طب ما عادي، ما انا كل عيد اضحى بروح حمام التلات اتكيس واتكبس وبطلع منه وردة مزنهرة. مرة واحدة بس في السنة بتروحي عشان تطلعي وردة مصنفرة؟ صنفرة ايه؟ بقولك مزنهرة زي الفلاور كده. اوكي، طب بلاش سبا، روحي للكوافير. كوافير؟ كوافير ايه يا نيليا؟ وانا لاقية الشطف؟ وبعدين انت عارفة الكوافير ده ممكن ياخد مني كام؟ مش اقل من 15 جنيه، يعني هيفرمني. 15 جنيه ليه يا حبيبتي؟ انت رايحة تعملي شعرك في بنزينة؟ بنزينة؟ انت هتقعدي تتريقي في بنزينة يا نيليا؟ انا مخنوقة بجد وتعبانة. شريهان دي حجج هبلة قوي. It has nothing to do with الفلوس. البنت لما بتكون عايزة تبقى حلوة بتبقى حلوة. طب ممكن اعرف ازاي حلوة دي؟ مبدئيا شيلي الكباعة اللي على دماغك دي، والباقي بقى هوريهولك قدام مراية، مش هعملك ميك اوفر في البحر يعني. بجد يا نيلي يعني ممكن تخليني شكلي كده يبقى حلو زي كده، او مثلا تخليني ستايل وفاء عامر؟ زي انا كوين ان نو واي، بس ممكن اخليكي تكوني زي وفاء عامر او ايتن. حلو حلو، ايتن برضو بطايه كده. ماشي اوكي، ام سو اكسايتد. غرقنا 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 غرقنا. ايه لفه كمان؟ يلا تعال انزل. لا لفه كمان. لا حلو قوي كده. يلا يا ابني شوف صاحبك فين. ايه يا ابني اللي بنعمل فوق كده؟ يا سيف حد يا ابني نام فوق العربية. انزل انزل يا ابني. معلش اصل انا كنت مدروخ وفي مراجيح في دماغي بتتمرجح كده ايه القرف اللي انت عملته ده؟ قرف ايه يا عم؟ في ايه يا عم انت متضايق كده ليه؟ متضايق عشان العربيه. ايه يا عم انا كنت عملت فيها حمام؟ لا رجعت فيها. خلاص معلش امسحها فيا انا، مش القذاره اللي عملها الموقف يعني. انا ما اعرفش انت متعصب على ايه؟ دي عربيه نص نقل. ايوه بس عزمها شديد برضو يا سيف. نص نقل ايه يا هايف انت وهو؟ انتوا عارفين العربيه دي بكام؟ معلش بقى ما تخلوش يفصل لك، احنا كنا مفرفشين. ايه العربيه دي؟ انت بتوزع بيها جبنه؟ ايه يا واد يا سيف؟ ما تبقاش كده حكايتك. قول للراجل كلمتين حلوين وانت يا اخويا اهدى شويه كده، ده انت حلو كده اهدى شويه. هو ايه يا جماعه اللي حصل فيه؟ ايه تعالى يا نيلي شوف اللي انت جايباه ده، رجع في عربيتي. وانت عارفه انا بحب العربيه قد ايه. لا ومتضايق قوي ان انا زعلان وانا ما اعرفوش اصلا. ولا اصلا ما اعرفكش وما شرفنيش ان انا اعرفك. ولا انا شرفني اعرف واحد لوزر زيك بشكلك ده. يا جماعه استهدوا بالله، ده شيطان ودخل بينكم. ما هو طبعا طبيعي ان الشيطان يبقى قاعد معانا في وسط الخمره والنسوان دي عادي. اسم الله على شكلك انت يا حبيبي. ماله بقى شكلي؟ شكلك حلو وجميل وعضلات وحاجه تقرف، وعندك شركه ومعاك فلوس. الرجوله مش بالحاجات دي كلها يا حبيبي. امال بايه؟ ايه يا عمنا ده انت بالمفهوميه وعارف الرجوله بايه؟ مش بالقذارة اللي في دماغك دي. مقلتش حاجة. بالعلم اللي قدامك ده وبلا فخر حاصل على الثانوية العامة بمجموع 103.5%، 2 بكالوريوس بامتياز مع مرتبة الشرف، حاصل على الزمالة من جامعة السربون كامبريدج وجامعة المنوفية، ده غير ان انا حاصل على الحزام الاخضر في الكاراتيه، وحاصل على لقب بلبل طليعة الكشافة البحرية. احنا كراسنيت البحار، احنا ملوك الكشف النار. والنار بتقيد على سقف ايد. بحرية بحرية بحرية. ولا يفرق بالنسبة لي الهبل اللي انت عملته ده. بعدين ايه اللي انت لابسه ده؟ لابس لي قميص كارو، جايب بنطلون قص وعامله شورت وشراب. ايه باش كاتب البحر؟ كاتب البحر. طيب اقعد اوعى يخرب بيتك يا مجنون يا ابن الجزمه. لا 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 فارمل يا نجم، الراجل ده تابع واللي يغلط فيه يبقى بيغلط فيا. انت هتذكر علينا ولا ايه؟ يا نهار اسود، ايه يا عم اللي انت عملته ده؟ اطلعوا بره. نطلع بره فين؟ ده شاطئ وكان شاطئ ابوك. يا مش هتطلعوا بره؟
انا هوريكم. لا لا انت هتهددها يا بنتي، ورايا كده انا اللي هحميكم. هيرجعني لايام الشقاوه تاني، لو قربت من هنا هتتقطع كده 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 الجزل وكره اهو. بتعملي ايه؟ ده خطيبي، دي اخره النجاسه يا ابن الصرمه. يا ما خلاص بجد ام سوري يا معلم، والله انا ما كانش قصدي اضايقك خالص. خلاص يا عم ما حصلش حاجه، انا مش زعلان. انا اسف ليكوا يا جماعه، انا مش عارف انا عملت كده ازاي. ما هو الزفت اللي بتشربه يا كابتن مو، والله حرام بصراحة يا ماما. انت زودتها قوي وقلت لسيف كلام غلس جدا. انا هون اعتذر له لما ينزل، وانا صلحت له عربيته ومش هحاسبه عليه عشان اصلحه يعني. خلاص بقى يا حبيبي صعبت علي، ما خلاص بقى يا عيال. وبعدين هو كان سكران والخمرة بتعمل اكتر من كده. طب انت عارف انا ديك النهار كنت مقربعة نص زوتس، فقت منه لقيت نفسي متكلبشة باسم قصر النيل. قال ايه؟ بتحرش بالخواجات في المتحف المصري. خالتي مش ده الراجل الروسي اللي قال ان انت اغتصبتيه؟ لا يا بنت، ده هو كان الماني. امال الروسي ده نهين فيهم؟ ده بتاع قلعه قتبان. انت هتحجي عليا؟ انت ازاي متجوزه بابي؟ هو يعرف تاريخك القرف ده؟ ما جاتش مناسبه اقول. لما نرجع انا لازم اقول له يطلقك. شفت يا معلم السكر بيعمل ايه؟ على فكره بقى احنا لازم نبطل خمره وش، قوم بقى نشرب لنا سجارتين كده عشان اتاكد ان انت مش زعلان. وانا كنت زعلان بس يعني مفيش مشكله. بس بقول لك ايه، ما عندكش بودره؟ في كل حاجه يا معلم. يلا اخي وكيسك ربنا. سيف كابتن مو صلح لك عربيتك وحطيت لك المفتاح هنا على الترابيزه. ايه يا سيف انت لسه سكران؟ انا راجع القاهره، افتح العربيه معاكي عشان تقضوا بيها مشاوركم، بس انت اللي تسوقي ما تخليش انا اللي يسوق، وانا هرجع بسوبر جيت. ايه العبط اللي بتقوله ده؟ شغل اطفال قوي، انت لسه قافش؟ عندنا مشاوير كتير قوي. انت اللي عندك مشاوير مش انا، انت اللي عايزه توصلي الفلوس مش انا. انا مش عبيط يا نيلي، انا يمكن يكون شكلي كده بس مش عبيط، وعارف انت محتاجاني ليه. عشان كل الناس بعدت من حواليكي، انا بساعدك عشان انا طيب وما بعرفش اقول لا. انا طيب اه، بس عندي كرامه، واللي اسمه مو ده بعطر بكرامتي البحر الاحمر كله. خلاص يا سيف سوري. ما هو ده اخرك سوري، ويا ريتك بتقوليها من جواكي. انت بتقوليها بس عشان تمشي بيها امورك، تعملي المصيبه سوري، تدوس على الناس وتهنيهم سوري، مع ان الناس اللي انت بتهنيهم دول هم اللي قعدوك عندهم واستحملوا سخافاتك وغلاستك وقرفك. بص يا نيلي، انا من ساعه ما عرفتك وانا اتبهدلت بهدله ما شفتهاش في حياتي، وقفت جنبك وساعدتك عشان كنت شايف فيك حاجة حلوة، بس انت مصممة تصدري الوحش اللي جواكي، غرور وأنانية وعظمة وقلة ذوق وتكبر، لحد ما بقاش فيك حاجة عدلة أصلا. حتى أقرب الناس ليك مبقوش طايقينك. جدع يا واد يا سيف، يسلم فمك. ايه بس يا نيلي، ما انت عارفه الواد سيف زربون وعصبي وفي الاخر بينزل على مفيش. بس تصدقي وتؤمني بالله الواد عنده حق. انت
بتعيطي؟ انت عندك مشاعر زينا كده وبتعيطي عادي؟ ده انا فاكراكي جبلة يا بت. طب خلاص خلاص ما تعيطيش. اوعي تكوني صدقتي كلام الواد المتخلف العبيط ده ان احنا ما بنتقخيش. لا طب اقول لك على حاجه، انا عشت طول عمري كان نفسي يبقى ليا اخت او حتى صاحبه قريبه، بس يعني اتلهيت بقى في الشغل وحياتي وكده. اللي انا ما اعرفش اي حد في حياتي غير خالتي صباح والواد هاني، وديك انتي عاشرتيهم كام يوم جابوا لك تخلف، ما بالك انا بقى عايشه معاهم عمري كله. القصد يعني اللي انا عايزه اقوله لك ان اول ما ربنا بلاني بيكي قلت الحمد لله ربنا عوضني وبقى ليا اخت. حتى لو طلع موضوع الكنز اللي سايبه لنا جدنا ده باكل بان، هفضل احبك طول عمري عشان انتي اختي بجد يا بت. انا مش وحشه يا شيرين، اوعي تفتكري ان انا بكون قصدي اضايق الناس او اعملهم وحش، بس انا شخصيتي كده، اتولدت كده وعشت طول عمري كده، بالذات بعد ما مامتي ماتت الناس كلها كانت بتدلعني، بس مفيش حاجه بطلبها ما بتجيش، محدش بيقول لي لا على اي حاجه. انت عارفه يا شيرين انه انا كمان ما عنديش اصحاب، انا كل اصحابي بيستغلوني وانا عارفه كده، عشان كده كنت دايما بقول انه اكيد مفيش حد بيحبني، لحد ما جيت لكم وشفت انتوا ازاي مستحمليني وبتعاملوني ازاي وده غير سبب، فعرفت ان انا عندي مشكله وعرفت ان انا غلط ولازم اتصلح. بس صدقيني انا مش عارفه اتصلح، لان هو مش زرار ادوس عليها ابقى بني ادمه تانيه. يا ستي ما تشغليش بالك، تتصلحي او ما تتصلحيش احنا بنحبك كده زي ما انت، وبعدين القط ما يحبش الا خناقه. قصدك ان انا بخنقكم يا شيرين؟ طبعا يا نيلي خنيقه جدا بصراحه. يا بت انت بنت عمي يا بت، يعني اختي. تعالي افهمي. I love you so much يا شيرين. Me too my sister. طب اقول لك الدليل ان انا بحبك قوي. قولي. هو ان انا دلوقتي وانا هتنقي ريحه الفسون اللي انت لابساه دي خانقاني قوي. ما خانقتني انا كمان يا نيلي ومستحمله والله. بس عامل ايه؟ ما انت عارفه يا نيلي الغردقه والعرق مع الفسون بيبقى صعب، وبعدين خلي بالك عرق الغردقه غير عرق بقى بورسعيد مع الفسون بيبقى اقوى. تعيطيش بقى. كده يا سيف كده اللي انت عامله في نيلي ده؟ ما انا جاي عشان كده، انا اسف يا نيلي. طب يا جماعه انا هقوم عشان لحظات الاعتذار دي بتوترني. نيلي انا اسف، انا ما كنتش اقصد، ممكن ما تعيطيش. انت عندك حق يا سيف، أنا فعلاً أنانية وما بفكرش غير في نفسي، وأنت طيب جداً، بس أنا مش محتاجاك عشان أنت طيب، أنا محتاجة لك عشان أنت راجل. أنا بطمن وأنت جنبي يا سيف. ممكن في الأول كنت أبقى بستغلك لما الناس كلها بعدت من حواليا، ما كانش عندي حد غيرك أروح له. أنت عارف يا سيف أنا من ساعة ما بابي اتسجن وانا بحس ان انا ضايعه ومفيش حد جنبي، لان بابي كان دايما بيحسسني ان كل حاجه تمام. زيك كده يا سيف، من ساعه ما عرفتك وكل الحاجات اللي بتعملها معايا ووقفتك جنبي رجعت احس ان كل حاجه تمام. وانا المفروض اقول ايه دلوقتي؟ قول اللي انت عايزه، اعمل اللي انت عايزه، لو عايز تمشي امشي انا مش هزعل. انت تعبت معايا جدا وانا اكيد مش هقدر اطلب منك انك تتعب معايا اكتر من كده. لو عايز تمشي امشي يا سيف عشان ما تقولش ان انا بستغلك، بس انا مش عايزك تمشي. ماشي
ماشي هتمشي ولا ماشي هتقعد؟ ماشي ها. جدع ياد يا سيف، والله لو كنت مشيت كنت هقول عليك عيل واطي. هو انت كنت واقفه بتسمعينا؟ بصراحه اصلا انا عارفه الحاجات دي في اخرها بيبقى فيه ايموشن وكده، فقلقت قلت اجي افرملكوا، بس تمام الواد سيف طلع جدع بصراحه. اي بروميس يا جماعه انه من النهارده انتوا هتشوفوا نيلي تانيه خالص. طب يلا بينا بقى نلحق موضوع محفوظ والفلوس دي لانها هتغيرنا كلنا. اوكي يلا نطلع نلبس. لا نلبس ايه، ما انا لابسه اهو. يلا انت هتروحي بالقرف ده؟ هي هتروحي بالفسون ده؟ طب ما الفسون ده كان عاجبك دلوقتي، انا اللي كنت حضناني ومقمط عليكي كنت شماه وتمام. خلي بقى يكمل اليوم عادي الفسون، هي كم. طب تعالي معايا. اي لاف الفسون على فكره والله. بس انت يا سيف طلعت اصلي، عملت ايه بقى؟ انت رفعت حاجه ولا سمعت لطفي بشناك ولا ايه؟ يا اختي طلعت راجل بصحيح، راجل كده خالته صباح. انا الحال المايل ما يعجبنيش. سوري يا سيف، انا مش عارف انا قلت لك كده ازاي بصراحه، يعني حقك عليا. ولا يهمك، مفيش حاجه. يعني بجد مش زعلان؟ عيب عليك. خلاص اعملوا حسابكم بقى ان احنا نخرج مع بعض ونسهر سهره حلوه كده، انا عازمكم عليها عشان اصالحكم. طب معلش يا موما تاجلها، يعني عشان عندنا مشوار ضروري لازم نروح النهارده. مشوار ايه؟ ايه المشوار؟ ال ايه بقى؟ هنروح مطعم محفوظ اللي على البحر عشان عيد ميلاد سيف النهارده. عيد مين يا متخلف؟ عيد ميلادك انت. وكنت ناسي، شوف كنت ناسي ازاي عيد ميلاد النهارده. كل سنه وانت طيب يا معلم. وانت طيب. خلاص هاجي معاكم، بس انا اللي هعزمكم. ها؟ وهكلم الناس بقى يحصلوها على هناك. طب بقول لك ايه؟ ممكن تكلم ايزابيلا دي تيجي؟ ده انا هكلم لك ايزابيلا وتوتابيلا وهعيصها. وانت عايز ايزابيلا دي تعمل بيها ايه يا روح امك؟ لا يا خالتي ما تفهميش غلط، اصل البت قفشت صاحبها والكلب بتاعها، البت متدمره وعايزين نخرجها من المود ده يعني. وانت بقى اللي هتطلعها من المود يا ابن شاكر بتاع الساكسونيا؟ ايه ده؟ انت اسمك هاني شاكر؟ بقول لك ايه؟ اسمي هاني الدبدوب، هاني شاكر ده اللي في البطاقه. طب ما تقول لهم الاسم الرباعي. هاني شاكر محرم فؤاد. طب ما تغني لنا حاجه. يا ابني الاسم القالش ده. اسم القالش؟ طب معلش ممكن نعرف اسمك ايه؟ اسمي مو، يعني عادي. ايه مو ده بقى؟ ده صيني ولا تايلاندي ولا ايه؟ لا يعني اختصار لاسمي. ايوه ايه بقى الاختصار لايه؟ يعني اللي مؤمن ولا مرقص؟ ايه؟ يعني ما علينا، يعني بحكي لكم بعدين. لا يعني قول دلوقتي. لا لا ما علينا. محسن اسمك محسن. اسمي حلو بس مش. Hey guys, I'd like you to meet someone. القمر ده يا معلم، انت ما عرفتنيش عليها ليه؟ صدق يا لانك جعير وعمى البصر والبصيره. شو شو ايه يا بت ده؟ ايه الحلاوه والطعامه والشياكه دي؟ عادي يعني اقل حاجه عندي، ده انا حتى ما رضيتش افور عشان الخروجه ما تستاهلش. طب يا بنت الحلال ما بتلبسيش ليه اللبس ده؟ عشان ما عنديش منه اصلا، ده فستان نيلي. يلا يا جماعه بقى عشان ما نتاخرش. ليتس جو جايز. مين 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 ده اللي ياخدك مني؟ مين 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 مني؟ مين ده؟
محزوز جاي محزوز جاي، اتصرفوا على تبعتكم. ايه يا خالتي، احنا مش جايين مش شقت. الله، مش انتوا قلتوا خليكوا على طبيعتكم؟ ايوه يا خالتي على طبيعتكم، بس ما تبقيش شمال قوي كده هنا. ما تختش يا بنتي. انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ يعني يا اخويا شايفنا جايين نعمل ايه؟ جايين نكشف سنان. يا وعدي، ومين الهانم؟ احنا ما تعرفناش. انا صباح، وحضرتك تبقى مين يا عسل؟ دي مرات بابي unfortunately. يو نسيت، هو في عند حضرتك مشكلة ان احنا نسهر هنا عادي؟ لا ابدا، مفيش اي بلع بالمرة، طول ما انتوا قاعدين بأدبكم تشرفوا. لا ما تقلقش، احنا مؤدبين ومتربيين قوي. ممكن بس بعد اذن حضرتك تيجي مين شوية عشان اشوف البست؟ وماله. طيب مدام، have a good time. وانت من اهله يا روح. هو ايه اللي بيضحك الراجل ده؟ تفتكروا اقتنع ان احنا جايين نسهر عادي؟ لا طبعا، بدليل اهو راح يقول للجارد علينا. عينك ما تتشلش من عليهم، مفهوم؟ يمكن يكون بيوصي علينا. اه اكيد بيوصي، ينزل لنا حاجه كومبليزون كده. اسمها كومبليمون متخلف. سوري سوري، انا هقولها لك بطريقه احسن من كده. انا قصدي يعني عشان تبقى قاعد مع الناس تقولها صح، اسمها كومبليمون. واتيفر، وبعدين كومبليزون احلى. اوكي زي ما تحب. اكيد مش بيوصي علينا يا نجلي، هو بس بيقول له راقبهم شوفهم رايحين فين جايين منين كده، يعني جاسوسه. مساء الخير مستر مو، امرني انزل الدرينكس دي هنا. لا لا بعد اذنك، احنا ما بنشربش خمره. لا بنشرب يا ابني. هو مين بيهيف؟ مش عايز اسمع ولا كلمه. ايوه يا حبيبي كتر خيرك. اوكي خليكي. تعال بسرعه، هو ده السليم اللي بيطلع عند العربيه. هطلع انا وهاني، هتاخدي شريان وتستنونا بره. لو حصل اي حاجه كلميني في التليفون. اوكي مش عايزني اساعدك؟ اصل انا فجاه حسيت ان انا نفسي اساعد كل الناس واخدم كل الناس. نيلي انت اتغيرتي قوي، للاحسن ولا للاوحش؟ للاحسن طبعا، وعارفه كمان لما بقى حبيبي مش وقته، يلا انجز. هاني. نعم هاني. يلا يلا. ايه؟ يلا نطلع فوق عند العربيه. انت متخلف، يلا هنطلع فوق للعربيه. تعالى يا هاني انا هفهمك. يلا فهمني، هنطلع نعمل ايه؟ هنطلع ننشر يا هاني عشان الغسيل ما يكمكمش. طيب قول بقى هنطلع ننشر، لكن تقعد تستظرف وتقول لي نطلع فوق عشان العربيه. يلا يا عم. جود لك حبايبي. سيف خلي بالك على نفسك. نيلي لا اله الا الله محمد رسول الله. دبدوبي. نعم. روح ما ترجعش. حاضر. شوشو خلي بالك من نيلي. كيف
نيلي تيجي معايا الحمام بس اظبط ميك اب؟ حبيبتي انا مبسوطه بيكي قوي وانت مهتميه بنفسك كده، يلا بينا. نيلي. نعم. لا اله الا الله. محمد النسر الله. يلا حبيبي بقى ما تزهقنيش. ايه الحياه دي يا سيف؟ العربيه. العربيه بجد مش كرتون. الله. دي حلوه قوي. ايه ده؟ تعالى يا عم اقعد جنبي وانا استوى بتاع اللي جابوك ولا ايه؟ هاني اسكت يا هاني. طيب معلش قول لي نطلع على فين؟ اطلع على كنتاكي المقطم. ماشي بس هنزلك بره المحل مش هخش جوه. ده نركب اوبر احسن. خلاص يا عم هدخلك المحل. هات المفتاح. هاني يا متخلف احنا مش طالعين نسوق العربيه، احنا طالعين عشان ندور. ما انا عايز المفتاح عشان ادور. هاني دور انت على المفتاح يا حبيبي، ولو لقيت بالصدفه كنز يبقى قول لي عبال ما انا اشوف الحاجات. ها سي هاي ازيك؟ هاي ازيك؟ على فكرة أنا مش بحب أروح للسيلبرتيز أقول لهم أنا بحبكم وأتصور معاكم. دي مش سيلبرتي، دي اسمها هند صبري. أيوه عارفة، يعني ما بحبش إن أنا تو انفيد يور برايفسي وكده. يو جاست ديد باي ذا واي. سوري أنا لازم أدخل التواليت على طول. لا استني بس، ده أنا بعشقك عشق. طب أقول لك على حاجة، بيقولوا إن أنا شبهك. لا أنتِ أحلى بكتير طبعًا. ربنا يخليك، ربنا يخليك. عارفة إيه التشابه اللي هو السنان اللي بتبقى إيه زي باكس باني دي؟ دي مش ضب على فكرة، ده سكسي. طبعًا لا بجد بالظبط بالظبط. شوفي بعد إذنكم كان في فيلم بتتلاقي فيه حلو قوي. الجزيرة أكيد الجزيرة. لا لا ما كانش في جزيرة، كان على الأرض عادي. إبراهيم الأبيض؟ لا ولا كان أبيض. طب على ما تفتكري أدخل التواليت أرجع له. طب استني بس، ده إحنا نجيب لك التواليت لحد عندك. ده أنتِ هند صبري. ربنا يخليك. شيري هند كيفك حلو قوي. أنا كنت عايزة أقول لك مشكلتي. مشكلة؟ طب ممكن أنا أقول لك مشكلتي؟ أنا ساكنة في الفيلا اللي جنبكم هنا وجاية عشان المية قطع عندي ولازم أدخل التواليت حالا. أكيد فاهمة. أنا مش هاخد وقتك كتير، أنا كنت عايزة أقول لك بس إنه أنا بابي في السجن وكنت عايزاكي تساعديني إنه بس. ماشي طب ما تقولي كده من الأول. لا لا أنا مش قصدي كده خالص. أنا قصدي هاتي. هتجيبي إيه أما؟ هاتي. طب بتجيبي النكلس ده؟ بطلي تسولي يا شريهان. بصي انت تعرفي انكل محفوظ اللي هو صاحب المكان اللي احنا فيه ده؟ اعرفه. ليه؟ احنا دلوقتي محتاجين نجيب حاجه من العربيه المتعلقه فوق دي. مش هقول لك يعني القصه كلها، بس انا كنت عايزاكي تروحي له وتشغليه. اشغله؟ يعني روحي اتكلمي معاه، ادلعي عليه، ارقصي له. روسيلو؟ ايوه مش انت ممثله؟ بس بس يا نيلي سيبك منها. نيلي دي طلباتها شمال، انت ممثله محترمه ما بتعمليش الحاجات السكسي دي. بصي انت تخش عليه بسكه ايه الاكشن. الحان يا محفوظ هيخطفوه. يعني مش هديكي اداء بقى، انت استاذ عاجد. ايوه حلوه قوي دي. يلا اعملي كده اعملي. انتوا مين؟ انا نيلي. وانا شرهان. احنا احفاد ميكي. ميكي ده جدنا سيلبرتي. والصنف ده اسمه ايه بقى؟ فوازير؟ على فكره يا بنات عيب قوي الشباب يتبسط. بس بمسؤوليه. اشربوا قهوه وفوقوا، انتوا اقوى من المخدرات. قال نيلي وشريهان قال. شفتي عشان طريقتك افتكرت ان احنا سكرانين. انت اللي فضحتينا، دي افتكرتنا مبلبعين. شفتي النكلس؟ خرابي على جنب. الهي يا رب ما توعى تتهنى بيه، تدخل يفرط منها كده. شريهان ضيعت علينا فرصه بالتسول بتاعك ده. مش لاقي حاجه يا هاني قلبت الدنيا هاني. النجدة يا عم بطل، انت شارب ايه؟ استايكرز يا عم بطوط. مش لاقي اي حاجه خالص، ده كان ناقص اشيل الجلد من على الك. انت جبت المجله دي منين؟ لقيتها هنا وانا بدور على المفتاح بالصدفه. طب مش تقول لي يا هاني ايه التخلف ده؟ طب ما في كلاكس. واقول لك ايه الحياه يا سيف؟ في كلاكس. ايه ده؟ يهدين النبي، في مساحات يا سيف، في مساحات. بطل تخلف وبطل السكر اللي انت فيه ده. شايف العدد اللي
تلف بيها وكاروز وامريكا وامريكا. كاروز ايه؟ فوق من اللي انت فيه. اعمل حاجه مستني ايه؟ عيش ايامك كلها. شدي بقى. فيه يلا انت مالك؟ انت شارب ايه؟ مالك عامل كده؟ انا شارب ايه؟ ايوه مالك عامل كده ليه؟ يا جماعه النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف او ماي جاد ده بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم اهو سيف اهو. اسكت ايه يا طفي حي جمهورك يا جماعه. النهارده عيد ميلاد صاحبي واخويا سيف اللي انا غلطت فيه النهارده وحابب ان انا اعتذر له واحتفل بعيد ميلاده معاكم. سيف او ماي جاد ده بينده على سيف. سيف فين سيف يا جماعه؟ اهو اهو بشاور لك يا عم اهو سيف اهو. اسكت ايه يا طفي حي جمهورك. يا لهوي هيحبسنا ابن الهبله. ايه ده انت بتعمل انت وهو فوق؟ انزل يا فرش منك ليه تحت. ايه ده؟ لا مش نازلين اطلعوا انت. انزلوا بدل ما اتصرف معاكوا تصرف ما عجبكوش. لا هيعجبنا ومش نازلين. انا مش فاهم ايه البجاحه اللي انتوا فيها دي؟ انتوا جايين تسرقوني قدام الناس دي كلها؟ وبعدين ثانيه واحده ايه جوز النضرجيه اللي انتوا موقفينهم تحت دول؟ وفين جوز الستات الكبار اللي كانوا موجودين معاكوا؟ في سوء تفاهم حضرتك. انا التليفون بتاعي فصل شحن ومش معايا غير شحن عربيه فطلعت اشحن كده. وانت واقف معاه بتعمل ايه بقى؟ مسك له السلك؟ لا انا طالع عشان اسليه عشان ما ينامش وهو بيشحن. لا ده انا اوديكم في 60,000 داهيه. ايه ده بس يا انكل؟ الناس دول معايا اكيد في سوء تفاهم. لا بقول لك ايه مالكش دعوه انت خالص في الموضوع ده. اخلع نفسك. اخلع نفسي ده ايه؟ بقولك الناس دول معايا. لا الكلام ده مش عليا انا، ده على العيال السيس بتوعك. الكلام ده على اي حد على فكره بقى كده. طب بقولك ايه بقى يا ماجد؟ بس 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 هي وصلت لماجد؟ لا لو الموضوع كده بقى يعني حضرتك شايفه غلط اعمله مفيش اي مشاكل. مع السلامه. اتفضل اتفضل. الف سلامه. مع السلامه. راح فين؟ راح فين يالا؟ بقولكوا ايه؟ امسكوهم قبل ما اطلب لهم البوليس. اوعي يا بت. اللي هيقرب مني هشق الازازه دي في دماغه. وانا اللي هيقرب مني هتديب البوكس خليه يسمونا لوكس. لوكس ايه يا نيلي؟ انت بتتخانقي في حوش المدرسه؟ اللي هيقرب مني هتديب الشلوطه وهديها اسيوط. نيلي اسكتي يا نيلي هينفخونا يا نيلي. انا خايفه قوي يا شريهين. انتوا لسه بتتفرجوا عليهم؟ بقول لكم اقبضوا عليهم. أنا شريهان بنت عبد حليم الباكابورت. وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي وا وي. قول له اسمع فكاله، محدش يتحرك. قول له اسمع فكاله. شايفني قبل العربيات دي كلها؟ وحرص لي الخمرة دي كلها، وحرص لي الموزلز دي كلها. في يا محفوظ باشا؟ استرعبنا ليه؟ سبحان الله يا باشا، المعجزة اللي احنا فيها دي. هو ازاي حضراتكم وصلتم قبل ما انا اتصل بيكم؟ محفوظ بيه؟ الضابط الشاطر ما يجيش بعد ما البلاغ يحصل، لا قبل ما الجريمه تحصل. اسمح لي يا عزيزي اني اسجل اعجابي بنشاط البوليس المصري ويقظه البوليس المصري ورجاله. انا ممنون ليك يا باشا. ايه اللي حصل؟ لا ابدا، الواد اللي فوق ده كان عايز يسرق العربيه بتاعتي وبعد كده كمان هو خبط ال... فين العربيه ديت؟ اهي فوق قدام حضرتك اهي يا فندم. لا العربيه هي وكاله من غير بواب؟ العربية دي مش مرخصة؟ مرخصة ايه يا باشا؟ دي ديكور. الركنة هنا مش ممنوعة؟ يا باشا بقول لحضرتك ديكور، ركنة ايه؟ المكان ده مرخص؟ طبعا مرخص. التورتة دي شوكولاتة؟ لا بالفانيليا. نرجع لموضوعنا يا باشا، نرجع لموضوعنا. اقفش يا ابني العيال دي كلها بسرعة بسرعة. ما تقلقش يا سعادة باشا،
احنا هنمسك العيال دي ونزج بيها في السجن. تزج بيها في السجن بس لا مؤاخذه يعني ايه اللي فوق دماغ حضرتك ده؟ يوه اصلا لا مؤاخذه خدت دش سخن وزي ما انت شايف الريح شده فخفت استهوى. ما تقلقش يا باشا احنا هنمسك العيال ديت وانا زج بيها في السجن ارضاعا للعداله. ميرسي يا فندم، ميرسي جدا جدا لحضرتك فعلا ميرسي. قدامي يا مجرم، قدامي انت اللي زيك لازم يزج بيهم في السجن. طب اوعى ما تزجش، جرايه ضاحي فيها ضاحي بيتك. ضحيه وخبت ايه؟ ايه اللي ضحيه وخبت ايه؟ مش ما تقولش اسم هنا الله، ما تقولش اسمك تعملي فيها ظابط. شو ظابط يلبس كده؟ يلبس كوتش بينور الله، ظابط وداخل ديسكو الله. والعسكري ده ماله؟ ايه اللي ماله؟ ما تكتب عليه مبروك العروسين. مش بقى اسبكوها بقى، ما شافوهمش هم بقى، ما شافوهم هم ها؟ اسبكوها. حاضر نسبكها. يعني نعمل ايه؟ ايوه شويه صعبانات. يا سعاده البيت حرام عليك، انا عندي كم عيال وانا عندي بغبغان غلباوه بنص لسان زي التلميذ الشاطر ما يذاكر الامتحان، بيذاكر اللي بتقوله وبيحفظ اللي بقوله. مظبوط، مشينا بقى عشان ناكل البغبغان. وما افتكرتش البغبغان غير دلوقتي. انت مزاك ما تتكلمش، انا جايبك على سرعه جنونيه وسكران كمان. ايوه ما هو هاي واي، ايه المشكله يعني؟ ايه ده؟ ايه المشكله؟ شيوعه ايه ريحه بقك دي؟ طالما مش قد الشرب ما تشربوش. انت وانت على الهاي واي وبالسرعه الجنونيه دي مش ممكن كنت تقتل حد؟ ممكن. مذنب ولا مش مذنب؟ مذنب. خش على البوكس. ضحي ضحي اطلع بقى. ضحي ايه وخيمة دي يا سيف؟ الله اطلع قلبك من سيف يا سيف سيف. والله العظيم يا حضرة الظابط انا مظلوم، هي دي اللي قتلت مي عز الدين. مي عز الدين ايه؟ دي هند صبري يهبل. هند صبري؟ وانت ايه خالد الصاوي؟ انا ضاحي. يالا ضاحي؟ انت طلعت حكومه يا ضاحي؟ يا ابني حكومه ايه؟ ضاحي جاي معانا عشان خلصنا من محفوظ. بس برافو عليك يا ضاحي، انت جيت في وقتك، ده كان هيطلب لنا البوليس بجد. يا جماعه انا خايفه قوي، انا بطحت الفنانه هند صبري في دماغها. لا ما تخافيش يا شيرين، هي ما ماتتش، انا شفتها بس يا حرام بتترعش كده شويه. يبقى اكيد دي رعشه الموت، الف بعد الشر عليها، انا بحبها قوي. مين هيكمل الجزيره الجزء الثالث؟ قتله، كلنا بقينا قتله. يا جماعه ما تكبروش الموضوع، دي خدت ازازه على دماغها، ما خدتش رصاصه يعني. سيبكم من الموضوع ده دلوقتي. ها لقيتوا حاجه في العربيه؟ بجد لقيتوا ايه؟ لقينا عدد جديد. عدد جديد؟ طب ممكن ابص عليه بصه؟ لا يا جماعه ليه لا؟ ده احنا كلنا في مركب واحد، ده انا لسه مخلصكم من عند الراجل وانا حطير. خلاص فكني الاول. ما هو المفتاح في جيبي اصله والمكان ضيق مش عارف اجيبه. ابص عليه بصه واحده بس. خلاص بقى خليه يبص. طب اديها له انجز. بصه واحده بصه واحده. يلا فكنا بقى. يلا يا ضحي فكنا بقى يا ضحي. ضحي يلا فكنا. يلا يا ضحي فكنا. الله هتضربها طلقه تتفك، انا بحب الحاجات دي. يلا اضرب. بص على رجلك يا انا. لا استنى استنى، تعرف برصاصه واحده تفكنا احنا الاثنين؟ ليه وانتوا فاكرين نفسكم التوأمان؟ هنجل اقف على جنب. وقف ليه؟ انت مزنوق؟ لا بس هزنوقكم. انزل هذا هو. انزل بقولك. مش هنزل. يا سلام، قال يعني كده هتسد الرصاصه؟ انزل انا بقولك. طبعا انتوا فاكرين ان انا هخلص عليكم، بس انا مش هخلص عليكم، مع اني اقدر اخلص عليكم، بس هسيبكم هنا عشان تتعلموا حاجه. يا واطي يا سحلاب. عادي اتقالت لي قبل كده. نو واي. يا حيوان يا قذر يا حلوف. يا سلام حلوف. يا خنزير. وساعات بيقولوا لي يا كركدان. يا ب... حلوه دي ما اتقالتليش قبل كده. معلش معلش، بس انا قبل ما اسيبكم هنا لازم اقول لكم على حاجه. مش عايزين نعرفها، سيبنا وامشي. لا لازم اقول. مش عايزين نعرف. لا هقولها. طب قول. الخير. مش خير يا حبيبي يا هاني. معلش. الخير ممكن ينتصر في الافلام، بس في المسلسلات الشر هو اللي بينتصر.
يا رب تموت يا شيخ دمك سم. اخبطت في ضهري. لا حبوس ايدك حبوس. لا اخبطك اخبطك مين؟ طب اخبطك بالمسدس. لا بايدك احسن. المسدس اجمل. ماشي خلصني. ايه يعني اوعى تضربه بالنار، علميا الطلقه ممكن تخترق وتنزل. انا سيف يبقى اعمل كده. طيب خد منه المفاتيح. اثبت اثبت. خليهم ينزلوا السلاح. نزلوا السلاح يا حنجل. وينزلوا البنطلونات. ونزلوا البنطلونات. وينزلوا نزلوا طعم شاي. استظرف. بتوجع صح؟ شفت بقى انت عملتها معايا كم مره؟ انا اسف دبدوبي. انا خليهم يجوا هنا. تعالوا هنا بسرعه بسرعه. اسمعوا كلامي بسرعه. حلو هنا. لف لف. هتعمل ايه يا دبدوب؟ ايه من النهارده انا ما اسميش هاني الدبدوب. امال اسمك ايه؟ اسمي هاني الدندوب. الدندوب ايه؟ انا عبد المامور. ده ابو الدهب. ايه ده الراجل الكبير. لا لا يا دندوب. ايه لا اسكت بقى. لازم تعرف ان الخير بينتصر في الافلام وفي المسلسلات وفي السيت كوم كمان. خد السلاح ده ثبته. انا ايوه امسك ما تخافش. هات المجله. ارفع ايدك يلا. اسمك مكانك. ما تتحركش. اوعى تتحرك. اوعى تتحرك من مكانك. انتوا هتسيبونا لوحدنا؟ وضحكنا عليك وضحكنا عليك وكي في ايديك وضحكنا عليك. اوعى تتحرك. طب سيبولنا فلوس التاكس. معلش فلوس. باي باي يا ضحي. باي باي. انتوا هتظهروا تتفرجوا عليا؟ هرب منكم ازاي؟ هرب منكم ازاي؟ آه يا عسعوزتي ياني، كأني فايت علي قطر من كل الله. كانت سفرية مايلة على وشكو، كسحتوني. وهو في حد قالك يا خالتي انك تيجي معانا؟ ما احنا قلنا لك ما تجيش، وانت برضو اللي صممتي تيجي. ويا ريتك جيتي لوحدك، جيتي ومعاكي مصيبة. وانا اعرف منين يا فالحة انه هو ناوي اذيه؟ انا بس عايزه افهم ازاي انتوا الاتنين جيتوا من الغردقه. بصي يا حبيبتي، احنا بعد ما زوغنا من المحل واحنا لابسين العبايات وقفنا عربيه، افتكرونا خلايك. قلنا لهم هلا والله نبغى نروح القاهره. راحوا جايبيننا على القاهره. انا بقى مديت ايدي في صدري واديتهم 50 جنيه بحالها. ما عجبهمش بمباكو معاي. ما سكتش، رحت مسيبه عليهم رجاله القهوه. وخدي عندك بقى فيني وجاعي. صباح ام بيج فان. ايه دي بقى، حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ لا دي حاجه حلوه، يعني ان انا معجبه بيكي جدا وام ان لاف وذ طريقه كلامك. طب وماله يا حبيبتي، ما انا ليا معجبين كتير. هو انت اول واحده؟ لا يا اختي انا مش قادره، انا جتتي بتوجعني ولازم انام. بقالي ليلتين ما نمتش، والخمره بايته في معدتي وعامله لي انتفاخ هتموتني. قومي يا ابله مين، تعالي يا حبيبتي لما ردعك وانيمك. ولا ما قصرتي. طيب يا اختي قومي اسندي عليا. هو انا يا اختي اللي ساندة عليكي ولا انت اللي ساندة عليا؟ انت اللي ساندة عليا عشان عصعصتك. يا اختي صحيح افتكرت. شريهين احنا هنعمل ايه بقى مع عم دهب ده؟ انا خايفة قوي، حاسة ان هو هيبعت لنا العصابة بتاعته يخطفونا ويضربونا ويعذبونا وياخدوا مننا العدد. لا لا ما تقلقيش، احنا اتفه من كده بكتير. يعني لو الراجل جالنا بطوله هنخاف منه ونديله العدد عادي. بقولك ايه، انا اتفقت مع الواد هاني زبط مع اصحابه يأمنوا لنا البيت ويأمنوا لنا المنطقة كلها. اي حد غريب هيدخل الشارع هيسففوا التراب. هو انت ازاي واثقة قوي في هاني واصحابه كده ان هم جامدين وهيعرفوا يقفوا قدام عم دهب؟
انتي ما تعرفيش اصحاب هاني دي عيال خطر ويخربوا اي منطقه يخشوها. ده كفايه احمد فينو، سيد فطيره، علي عجينه. ايه كميه المعجنات اللي قلتيها دي؟ هم دول مجرمين ولا شغالين في فرن؟ يو يعني اللي مش ناقصه استظرافك ده، انا تعبانه وعايزه ادخل انام. طب ام سوري شيرين، ما تزعليش مني. يلا بقى مش هنحل كلمات المتقاطعه. مش قادره، بكره اول ما نصحى هنحلها. شيرين انت ازاي عايزه تنامي؟ مش هتتجنني؟ تعرفي فين الفلوس؟ يلا الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. نيلي يا نيلي، انت قدرتيني ودمتي. لقيتي فلوس؟ فين الفلوس؟ فلوس ايه؟ بقولك الكلمات المتقاطعة بتقول ان الحل في الصفحتين الناقصين. يعني ايه الحل في الصفحتين الناقصين؟ طب شوفي كده، ممكن يبقى في صفحتين مقطعين جدو مخبيهم في حتة وهم دول المفروض نلاقيهم. مفيش ولا صفحة مقطوعة، والارقام كمان كلها مظبوطة اهي. طب يعني ايه الصفحتين الناقصين؟ انا بحب جدو قوي، بس هو ليه بيعمل فينا كده؟ معرفش بقى، غاوي فرهدنا الراجل ده، انا ما بقتش فاهمه حاجه خلاص. امال مين اللي هيفهم؟ طيب يا سلام، العدد ده ليه ذكريات جميله جدا جدا جدا. اصل جدكم بقى الله يرحمه لما كان يقعد يرسم العدد من دول كان يقعد يتسلطن كده، يشرب القهوه المانو بتاعته اللي هي العريحه ولا مظبوطه، والسيجار في ايده، يولع السيجار. السيجار ده لازم يكون كوبي. السيجار الكوبي طبعا معروف ان هو ملفوف على افخاد العذاره، السمر الحياره، الشقر. لا انت كده هتفقع لنا المراره، انجز. حاضر. العدد ده بصراحه دي ذكريات حلوه قوي قوي وجميله، تحب احكيها لكم؟ كفايه ذكريات غريبه بقى يا عم بندق، ممكن تقول لنا ايه موضوع الصفحتين الناقصين؟ ها؟ صفحتين الناقصين، صفحتين. نشوف كده الرقم. صح، العدد ده 38 صفحة. أعداد ميكي كلها كانت بتبقى 42 صفحة فعلا، ده ناقصك. طب كده دول أربع صفحات مش اتنين. ما هي وش وده، يعني الصفحتين بأربع صفحات. طب هنلاقي فين الصفحتين دول؟ محلولة، ننزل سور الأزبكية وندور على نسخة تانية للعدد. ما ينفعش تنزلوا سور الأزبكية. ليه؟ شالوا السور؟ لا. شالوا الأزبكية؟ لا، اصل اقول لكم ايه، ما انا قاعد من الصبح بقول لكم العدد ده اصله ليه ذكريات جميله قوي قوي ومهمه، حبيت احكيها لكم، انتوا قلتوا لا ما تحكيش. ماشي احكيها لنا لو هتفيدنا، انما تقعد تقول لي البداره والعذاره وتقرفنا بصراحه حضرتك. انا مش حاكي. خلاص يا شيرين اتفضل احكي يا عم بندق. العدد ده اتعمل ما بين الخريف وما بين الشتاء سنه 1982، كان رقم 1000، ما اتعملش منه غير نسختين اتنين بس. نسخة كانت مع جدكو الله يرحمه، النسخة التانية بقى كانت في دار النشر اللي بتطلع سلسلة ميك. اوكي، فين بقى دار النشر دي؟ ايوه يا خالتي، انا عند عم بندق. في ايه؟ نهار اسود، البرنامج؟ اما الان فمعانا معلومة حصرية، ولأول مرة يتم التعرف عن شخصية هؤلاء الذين قاموا بالاعتداء والشروع في قتل الفنانة هند صبري. من المعلومات اللي وصلت لنا كان واضح ان هما بنتين، نيلي مكاوي وشيرهان مكاوي، واضح ان هما يا اما اخوات يا قرايب، الله اعلم. بس هما ما كانوش لوحدهم، كان معاهم شابين. لحد دلوقتي جاري البحث عن هويتهم ولم يتم الحصول على اي معلومه اخرى، لكن الشرطه بتحاول تستفسر اكتر وتعرف اكتر من شهود العيان. كان معاهم ايضا شخص خامس، وهو كان منتحل شخصيه ضابط، وهو ايضا اللي ساعدهم على الهروب من موقع الحدث او الجريمه. خلينا مع بعض دلوقتي نشوف فيديو مصور بالصوت والصوره عن اللي حصل اليوم ده، والشرطه بتناشد كل اللي بيتفرجوا علينا لو تعرفوا على اي حد يلجأوا للشرطه مباشره. خلينا نشوف مع بعض. اللي هيقرب مني قسما بالله هشق الازازه دي في دماغه، وانا اللي هيقرب مني هديب البوكس اخليه صابونه لوكس. يا سلام يا سلام، فينك مكاوي دلوقتي؟ تيجي تشوف اولادك واحفادك دول هما
كنت تفتكر بيهم بحق وحقيقي. خش بسرعة، في حد قاطركو؟ لا اطمن. كويس ان ايه ده؟ ايه اللي انتوا لابسينه ده؟ اصل احنا قلنا لهاني يجيب لنا لبس، فقررنا انا وشريهان نبدل عشان محدش يعرفنا، فكده انا مش نيلي وهي مش شريهان. لا فكرة صايعة دي، فكرة مين بقى الفكرة الصايعة دي يا ترى؟ دي فكرتي، ماي ايديا. ماي ايديا؟ على فكرة انتوا معروفين جدا وصوركم مالية التلفزيون. انت متخلف؟ طب ما تقفل التلفزيون يا ابني. بقول لك صحيح، محدش في التلفزيون جاب سيرتي؟ انت فرحان؟ لا ما تقلقش، محدش جاب سيرتك ولا حد جاب سيرتي. بقول لك ايه يا ضد، هو احنا لو اتقفشنا هنعترف باساميكم اول حاجه. بقول لك يا معلم، احنا لازم نخلص منهم دلوقتي، نتويهم وكده كده محدش عارفنا. لو سمحتوا بقى كفايه هزار وشوفوا هنعمل ايه. بصوا انا فكرت انه ما ينفعش نقعد عندكم او نقعد عندي او نقعد حتى في المرسم عشان عم دهب، فقلت اجيبكم من المكان الجميل دوت. ايوه صحيح، هو ده بيت مين بقى؟ يا اهلا يا اهلا بالضيوف الاعزاء. اهلا اهلا. No way. ايه يا سيف، مش تقول لي في مزاز كنت لبست غير تاني غير ده؟ مين العبيط ده؟ العبيط ده يبقى شريف صاحبي، وهو الوحيد اللي نقدر نعتمد عليه. صاحبك ايه؟ ده مذيع يا عم، انا شفته قبل كده. مش انت اعلامي؟ ايوه صح. هو شبهه، مش هو. خدوا راحتكم يا جماعه، البيت بيتكم. ها طب يا جماعه، احنا دلوقتي لازم نروح دار النشا عشان نجيب العدد. لا انتوا مش هينفع تنزلوا عشان وشكم معروف جدا. بقول لك انا هاخد هاني ونروح نجيب العدد في السريع. ايه يا سيف، انت مش شايف ان احنا متنكرين؟ انت مصدقه نفسك يا نيلي؟ ايوه انا شريهان جدا، صدقني. بقول لك ايه، تيجي نتنكر يا هاني؟ نتنكر، يلا بينا. غلسه قوي، تحفه، ما عرفتكوش، يخرب بيتكم. يلا يا عم يلا. سيف ايه ده، هتسيبنا لوحدنا مع الكائن ده هنا؟ على فكره احنا بنتكلم عليك. سوري. ما تقلقيش منه خالص، ده صاحبي وامان، يعني مفيش اي حاجه، كانك في بيتي. اعتبريه سيف. انت بتخافي مني؟ اعتبريه سيف، بس وانت قاعده بيمسك حاجه حديد في ايدك تقيله عشان لو تهجم عليكي. بهزر معاك، انا هصور معاك لما اجي. ماشي، هصور معاك. عليا عليا. ايوه شريف، هتبقى مرات اخوك. عليا عليا. نطلع نقعد فوق بقى، التكييفات فوق تحفه. ها يلا بنات، بس ياض يا هبل انت، اطلع فوق ياض. حاضر يا باشا، مؤاخذه. هتزيد محمد. برافو عليك يا شريهان. شريهان، هو البتاع دي انت ما غسلتيهاش بقالك قد ايه؟ انا هموت. لا هي بتاكلك، انا عارفه، هي بس بتفضل تاكل في الراس شويه وبعد كده تتعودي عليها عادي. ما انت بتاعتك على فكره بتاكل فيها من بدري وانا ساكته. لا اوعي تقولي عليا كده. والله دي كلها سبان. كلها ايه؟ سبان بياكل هنا في دماغي. اه نجيب، وصلت للعيال اللي عملوا كده في هند صبري؟ الموضوع بقى قضيه راي عام، واحنا خايفين لا يكون الموضوع ده عمل ارهابي. ما تقلقش سعادتك يا فندم، انا ملف القضيه قدامي ودرسته دراسه وافيه وتم. طيب قول لي بقى، وصلت لايه؟ انا سعادتك يا فندم مش عايز ازعج سيادتك، بعدين انت عارف ان انا مش بتاع كلام، انا بنفذ على طول. في اسرع وقت يا نجيب، الموضوع ده يخلص، الدنيا مقلوبه والاعلام مش هيسيبنا في حالنا. تمام يا فندم، في خلال 24 ساعه العيال دي هتكون قدامك في مكتب سعادتك يا فندم. تمام يا فندم، مع السلامه. احمد الحقني، العيال دي عملت ايه؟ ايه اللي حصل؟ الدنيا مقلوبه ليه؟ البنتين اللي اعتدوا على الفنانه هند صبري بنتين ولاد عم، اسمهم نيلي وشريهان مكاوي. قبضت عليهم؟ هم مختفيين بس جرى البحث عنهم. طب وبعدين هتعملوا ايه؟ توصلنا لخاله واحده منهم، كانوا عايشين عندها هما الاثنين في الفتره الاخيره. حلو جدا، انا عايز خالتهم دي في اسرع وقت يا احمد. تمام سعادتك. ابو حميد. اوامر يا فندم. لو ما حدش خد اقوال الفنانه هند صبري، انا ممكن اروح اخد اقوالها بنفسي. اصل المدام والولاد بيموتوا فيها، واحنا يعني بنحبها. انت ما شفتش انا عايز اتجوز رمضان اللي فات؟ حلقات منفصله متصله كوميديه جميله هايله. حلوه جدا. طب يا احمد اتفضل، خليتهم يا احمد بسرعه. تمام سعادتك. انا متضايق منك جدا على فكره. ليه؟ انا عملت ايه؟ عشان قليل الادب. انا قليل الادب ليه؟ قال لك تشرب ايه؟ قلت له بيبس. ايوه في ايه المشكله؟ ما انت طلبت ساعه فواكه، ايه المشكله؟ مش تقول له لا متشكر شكرا، هو يعزم عليك زي ما عزم عليا. لما عزم عليا كتير قمت ضربت. عزم عليك انت، قلت له عندك ايه؟ وبعد كده رحت طالب ساعه فواكه، وقعدت تقول له عندنا شاليه في المعموره بتاع ستي وعليه مشاكل وقف والكلام ده. هو مال هو؟ انا نفسي اعرف انت متربي فين. انت متربي في حمام يالا؟ متربي في حمام. امشي امشي خلص. هات المفتاح. السوق. سوق ايه؟ اسوق العربيه. ده من امتى ده ان شاء الله؟ النهارده. ماشي. ايه ده؟ خد. انا كنت بهزر. ايه ده؟ علي النعمة. تعالى يا راجل، تعالى ما تحضنيش. انسى بقى السواقه اللي انت شفتها قبل كده دي. وريني يا اخويا.
ايه الاخبار؟ الحمد لله، بس انا حاسس بدوخه وصداع كده تقريبا، عندي شرقه او زكام، مناخيري مسيله. انا مالي ومال مناخيرك؟ انا جاي ازورك المستشفى. بقول لك اخبار العيال ايه؟ اخبار مين حضرتك؟ العيال اللي احنا بنراقبهم. اه هاني وسيف؟ لا كليله ودمنا. عجبتك قوي؟ الله عليك يا صاحب الباكة. طب خلاص هنقضي فيها طول النهار. عملوا ايه العيال؟ مفيش، ساعاتك يعني لسه خارجين من عند المدير وماشيين زي ما انت حضرتك شايف. طب يلا وراهم بقى على طول عشان تشوف اخبارهم ايه، وانا هخش اشوف قصه المدير ده. ماشي يلا يلا انجز. يلا حضرتك سيب لي العربيه اعلى اعمل بيها. لا عربيه ايه؟ اشبط في اي مواصلات، احنا مش هنعمل مواصلات عليك. الله في الطبيعي يا باشا، ما عليا المواصلات كده مش طبيعي. يلا ضحي بقى انجز بقى، خلينا نخلص، عايز الحق الراجل اللي بيمشي. حاضر يا صاحبي السعاده. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مغزى حضرتك المدير؟ والله أنا بداية من المدير لحد الفراش، مروراً بجميع الوظائف اللي موجودة هنا يا فندم. يعني مغزى مش فاهم يعني إزاي؟ ما أنت عارف حضرتك ما فيش شغل ولا في بتاع، ولا حد بيجي ولا حد بيروح ولا حد بيعمل. الكمبيوتر يا أستاذ، الكمبيوتر والنت بوظوا علينا الدنيا. أنت عارف حضرتك أنا تمن المواصلات من هنا وأنا جاي هنا ومروح بيضلعني والله. حضرتك مين؟ أنا أبو الدهب. اهلا 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 يا ابو الدهب باشا، ازي حضرتك؟ الله يخليك. انت تعرفني؟ ها؟ لا بس باين على حضرتك باشا يعني. طب انا مش هطول عليك، انا شايفك فاضي وما وراكش حاجه، بس انا هسالك سؤال واحد يا باظه. الولدين اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما ادخل كانوا بيسالوا على ايه؟ هو كان في ولدين هنا؟ هاني وسيف اللي كانوا عندك هنا قبل انا ما اجي دلوقتي. اه انت عارف من كتر الناس اللي بتيجي وبتخرج وبتعمل الواحد ما بقاش فاكر حاجه، وبعدين اصل انا خرجت من البيت وانا على لحم بطني، ولا شربت شاي ولا قهوه ولا حتى حاجه ساعد. معلش ملحوقه. الله يخليك. اتفضل جيب حاجه بقى عشان تملي الريق كده. شاطر، هنجيب لك حاجه ساعه يا فندم. كانوا بيسالوا على ايه بقى؟ ها؟ والله هم كان عاش بالطقم. طيب الله يخليك يا فندم. يا سيدي تشرب؟ شكرا. خلاص والله. ده يا فندم ازاي ما تقولش كده؟ اتفضل. كمان اوف عرض. كانوا بيسألوا على ايه بقى يا مازن؟ والله كانوا بيسألوا على عدد من الاعداد اللي كتبهم مكاوي بيه الله يرحمه. لا عدد ايه بقى؟ ها؟ عدد ايه؟ عدد من كتر الشغل الواحد ما بيفتكرش ايه الاعداد وايه البتاع. والله استنى بس هجيب لك، اصل انا خرجت من غير اكل الصبح، وبعدين البتاعة دي مريت لي بطني، هقول لك ايه؟ ما انت عارف الدنيا ملحوقة ملحوقة. اتفضل. الله يخليك يا فندم. ها شوف بقى يا سيدي. ايوه العيال دي كان بتسال على عدد من الاعداد اللي كتبهم الله يرحمه مكاوي بيه. اه العدد 1000. اه بس اصل العدد ده ما فيش منه غير نسختين، نسخه كانت مع مكاوي بيه الله يرحمه، والنسخه الثانيه كانت عندنا هنا. اه واديت لهم العدد ده؟ لا ما هو مبقاش عندنا. امال فين العدد ده؟ حميت الطعميه، حميت واحد نفسه يحبس بسجاره بس منين يوم؟ معلش ملحوقه. اتفضل. فين ام العدد بقى؟ العدد بكره هيتباع في صاله كريستال بتاعت المزادات اللي في مصر الجديده. طيب سيدي متشكرين قوي. لا بس قول لي منين؟ حضرتك عايز العدد ده ليه؟ ابدا كان موضوع كده، والله الواحد الذاكره عنده بقت تتوه، وبقيت باخد ادويه علشان ترجع لي الذاكره، ومفيش فايده. ناقص في السوق. ايه ناقص في السوق؟ طب نوفرهولك. حاضر اوكي. ايوه بس نجيب الدواء المصري، انا عايز اجيب المستورد الحقيقه علشان تاثيره بسرعه. اه المفعول. يا سلام اقرع ونوزه. اتفضل يا اخويا. ها؟ اه تسال ليه؟ ابدا هو اصله موضوع عائلي كده يعني، بس يعني محلوله ان شاء الله. متشكرين قوي. السلام عليكم. عفو. يا ساتر يا ساتر على الناس الجشع، الجشع هيموتهم.
كل حاجة ماشية في البلد دي بالرشوة. لو أبو الدهب باشا، باشا إيه ده، أنت صفيح البعيد. ما زاد اللي نخشه، هو إحنا معانا فلوس؟ كل فلوسنا صرفناها في الغردقة. شوية بابريكان من بتوع زمان بعلمه في الدماغ. ولا يا عسلية أنت يا حلو. قسما بالله يا ضي، أنت أديك كف على وشك أقلبك على ظهرك زي السوسار الميت كده. كده؟ سيف أنا اتغيرت وعارفة إن ده البست فريند بتاعك، بس ما ينفعش يقول لنا كده، هو لو فضل يستظرف أنا هبعتره. ما تحترم نفسك بقى يا أخي، جايب لي الكلام، في إيه يا شريف؟ تعالى تشوف المصيبة اللي إحنا فيها يا أخي. مصيبة إيه؟ فيها سكرية أنت يا حلو. على فكرة بيعاكس خطيبتك. يا سيف ده مفيش منه خوف، اتبسط يا معلم وفرفش. حبيبي. مبدئياً كده يا أستاذ شريف حضرتك دمك سم. أنتوا في فيديو يا جماعة، هتشتروني في فيديو؟ ده أول حاجة. ماشي. تاني حاجة، إحنا نفسنا ندخل مزاد عشان نجيب مجلة ميكي ومعناش فلوس. طب ما مجلة ميكي دي لما تتشقلب وتبقى جديدة ومتسلفنة بخمسة جنيه، هيعملوا عليها مزاد ويتشقلبوا هتبقى خمسناية. قول 100 يا سيدي. لا قول أنت يا عم، أنا ماليش دعوة. وأنا خاف من إيه؟ 100. طب إحنا معانا كام دلوقتي؟ يعني حوالي 300-400 جنيه آخرنا. طب وإحنا إزاي بقى هندخل المزاد وإحنا وانتد؟ نيلي يعني ايه وانتد بس؟ يعني مطلوب القبض علينا. هنتنكش. هنفتح المزاد على عدد نادر لمجلة ميكي، هنبتدي ب 10,000 جنيه. ايه ده؟ المجلة بتاعت العيال دي ب 10,000 جنيه؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم 11,000 جنيه. 11,000 جنيه عند فريدة هانم. مين يزود؟ مش قلتلكم؟ ما انا قلتلكم. خلاص يا سيف، عرفنا انك شطور وقلتلنا. 11,500 جنيه. 11,500 عند الأستاذة؟ أهو، مش قلتلكم؟ يا عم عرفنا انك قلت لنا نعمل ايه بقى، نتكل على الله. يلا نمشي. نتكل ايه؟ مش هناخد العدد؟ ناخد العدد ازاي؟ معناش فلوس يا بنتي. بتقولك 11,500 جنيه. 12,000 جنيه. 12,000 جنيه عند فريده يا نانا. طب بقول لكم ايه، يلا نقوم نروح بدل ما اتنقط. يلا. 20,000 جنيه. 20,000 جنيه عند الكابتن. مين يزود؟ 20,000 جنيه ايه، هتجيبهم منين؟ مش مشكله، هبيع البوتاجاز والغساله والتلفزيون. ايوه بس دول ما يجيبوش 20,000 جنيه. هبيع المكوى والسخان. ليه يا عم؟ هو كام لتر؟ 60 لتر ديجيتال وريموت كنترول. طيب ده بالصلاة على النبي عامل كام؟ ده عامل 1,200 جنيه. ما يمشيش ب 500 عشاني. لا بص، ساعة الدفع الكلام بيختلف. وانت مالك انت يا هادي؟ يعني هو انت هتشتريه؟ اسكت. 20,000 جنيه. الهونا الادوي. 20,500 جنيه. 20,500 عند فريدة هانم. يا جماعة فريدة هانم دي لقطة، أنا لازم أبيع لها أي حاجة. أنا هروح أديها الشال ده وأقول لها ده بتاع الكبير قوي. 30,000 جنيه. مش مشكلة، هبيع الجزامة. إيه يا سيف؟ الناس كلها بتعلي بال 500، أنت بتنط بال 10,000 على طول؟ أصل أنا أول مرة أحضر مزاد والجو عجبني بصراحة، وأنا ما بحبش حد يعلي عليا. 30,000 جنيه عند الكابتن. 30,100 جنيه. 30,100 جنيه عند مستر ابو الدهب. يا نهار اسود، وده ايه اللي جابه ده؟ عرف منين ان في مزاد؟ 30,120 جنيه. 30,121 جنيه. 30,121 ونص. 30,121 جنيه و75 قرش. و80 قرش. ده احنا معانا فضه كتير قوي. 30,125 جنيه. 75,000 جنيه. هتجيبهم منين دول؟ مش مشكلة، هو اللي غزني ووترني، هبقى بيع العربية. 75,000 جنيه عند الكابتن؟ 75,000 وجنيه. الحمد لله. لا والنبي يا جماعة، يعني احنا أقل حاجة هنزودها هنا 500 جنيه. ماشي يلا. 75,500 جنيه. 75,500؟ 75,500 مين يزود؟ يلا يا سيف يلا. يلا ايه دي لحظة بس سخنتي فيها كده مع الجو، لكن انا مالي اصلا، هو جد انا ولا جدك انت؟ الاونا الادوي. 180,000 جنيه. حضرتك قلت كام يا فندم؟ 150,000 جنيه. 150,000 جنيه عند الفنان احمد فهمي.
150 ألف جنيه؟ ألا أنا؟ ألا دوي؟ ألا تري؟ مبروك يا فنان. أنا دايماً بقول إن أهم حاجة في الفيلم بدايته ونهايته، فهتلاقيني دايماً في أفلامي بهتم بتتر البداية وتتر النهاية. اللي في النص ده بقى حشو، يعني ربنا بيرزق في يمين شمال أي حاجة، بنحشي لحد ما نوصل لنهاية الفيلم. نفسي أفهم ليه يشتري مجلة بكمية الفلوس دي؟ يكونش يا جماعة أحمد فهمي ده قريبكم وبيدور هو كمان على الكنز؟ بس يا هبل، أنت قريبنا إيه؟ طبعاً مش قريبنا. الثقة دي يا بنتي؟ ده انت لسه عارفة من يومين انها بنت عمك. انا عايز اعرف هو اشترى العدد ده ليه وهناخد منه العدد ازاي؟ سيبوا الموضوع ده عليا انا. لا، موضوع النقد ده ما بيضايقنيش خالص الا لو حد قال. استاذ احمد، استاذ احمد، معلش معلش، ثانية واحدة بس من وقتك، ثانية واحدة. الله يسهل لك يا ابني. بس بقول لك انا موضوع النقد ده اللي انت بتعمله ده يا فنان. وانت مش شحات؟ لا انا مذيع. وبعدين انت بتقول لي شحات؟ انت شحات؟ انتوا ايه الجبروت اللي انتوا فيه ده؟ لا مؤاخذه يا باشا، انا ما خدتش بالي، اصلك لابس جلابيه ومش ماسك مايك فافتكرتك يعني شحات. انت صح، بس انا عشان كنت جاي جري بس عشان الحاج. ممكن يا جماعه مايك زياده؟ مايك زياده هدولكم بعد ما نخلص على طول. طب معلش، احنا كده كده على الهوا يعني مفيش مشكله. قناه ايه الاول؟ معاك وهدان وهران رحت خساره من القناه 9 السعوديه الفضائيه. اهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. اولا مبروك طبعا على المجله، ونقول لك ربنا يديك خيرها يا رب ويكفيك شرها. ونحب نعرف يعني ايه سر اهتمامك بمجله ميكي؟ لا، هي الحقيقه المجله دي انا مش شاريها لنفسي، انا شاريها لابن صديق عزيز عليا جدا. اعتقد ان دي احلى هديه اقدمها له في عيد ميلاده. بس انا رايي كنت ممكن تديله ال 150 الف جنيه يجيب بيها اللي هو عاوزه وتسيب لنا احنا المجله دي. لا لا لا، هي الفكره مش في الفلوس، يعني القيمه مش في الفلوس، القيمه في المجله ذات نفسها. انا عايز اعلم الولد ده القيم اللي احنا اتربينا عليها في مجله ميكي. يعني يمكن احنا اتعلمنا في مجله ميكي من ميكي نفسه الشجاعه، اتعلمنا من بطوط الصبر، اتعلمنا من عصابه القناع الاسود العمل الجماعي، اتعلمنا من زيزي زي ما تقول كده الاغراء العفيف زي زيزي وهند رستم والجيل الجميل ده. محدش هيستثار على زيزي. فدي دي قيم احنا نحب نورثها للجيل اللي ما شافش مجله ميكي. قيم ايه يا عم سمير وشهير وبهير؟ انت بتعمل الرجل العناب وبنات العم. انا مش مال الشاذلي. اتفضل يا بيه، اتفضل. بس احنا عارفين انك ومجموعه من الفنانين معزومين على حفله عيد ميلاد ابن صاحب القناه اللي هينتج لك برنامجك الجديد، وحاجز لكم اوض كلكم في الفندق. والله هو اللي اصرني. ايه يا زميلي العزيز اللي بتعمله ده؟ انت بتفضح الفنان. لا ما اسمحلكش، ما اسمحلكش. معلش بقى يا فنان، عايزين خبر حصري للقناه السعوديه الفضائيه. هو فعلا كان في خبر ما كنتش حابب ان انا اعلن عنه في الوقت الراهن، بس انا هقوله حصري على القناه بتاعتك. انا الحقيقه العيد الجاي ان شاء الله طلع انا واصحابي شرم الشيخ. لا انا مش قصدي كده، انا قصدي مش داخل سينما قريب؟ لا داخل سينما ان شاء الله قريب مع نفس الشله اللي هتبقى معايا في شرم الشيخ. او ما نرجع هنخش فيلم محمد امام، يا في سيتي ستارز يا في جالكسي، حسب يعني. ما شاء الله ما شاء الله. احنا دلوقتي معانا الفنان احمد فهمي وبندعي له وبنقول له ان شاء الله يا رب تلاقي تيكت وتقعد في مكان حلو ان شاء الله في العيد، واستنوا احمد فهمي في سينما جالكسي او سيتي ستارز. يعني مش عايزه تتكلمي؟ لو ما اتكلمتيش هنفضل نضرب فيها لحد الصبح. وهتتكلمي؟ ما بتتكلمش يا باشا من سنة 82 وهي فاقدة الصوت، مفيش صوت خالص، هتتكلم امتى اكون انا مت؟ طب انت ليه مش عايزة تتكلمي وتقولي هما فين؟ والله العظيم يا سعادة الباشا انا كل اللي اعرفه قلت لحضرتك، مش مخبية عليك حاجة، انا معرفش هما فين. ما انا لو هعرف هقول، هو انا يعني كيف اتضرب؟ بصي بصراحة كده، حدوتة ميكي والكنز والكلام الفارغ ده مش واكل معايا. والمصحف الشريف يا باشا هو ده اللي نعرفه، ده كل حاجة عندي، كل كلام عندي. شوف بقى حضرتك عايز ايه وانا اعمله لك. تمام. بصي ما تخافيش ما تخافيش ما تخافيش، انت هتكلميهم في التليفون ده، تعرفي منهم هم فين وتقولي لي، وانا وعدك محدش هيمد ايده عليكي خالص 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 خالص. طب ما تقول كده يا باشا من الصبح. هات يلا اتكلمي. الو بنت يا شريان، انت فين يا بنت الكلب؟ خلصي قولي انت فين يا بنت. انا ممسوكه في القسم ومفيش حد ما ضربش فيا، تارد ضرب الله يخرب بيوتكو، هيموتوني. الحقي يا شريان. خبيه. الو مساء الخير، معاك المقدم نجيب الريحاني. اسمعك، اللي انتوا بتعملوه ده مفيش منه اي فايده، وانا كده كده هقبض عليك.
طوقوها. طب يا سعاده الباشا، هو كله ضرب ضرب، امال فرق فيه؟ انت عايزه فرق؟ اه. طب مفيش فرق. يلا خدوها. والنبي يا سعاده الباشا، ابوس ايدك. خدوها. ابوس ايدك يا سعاده الباشا، انا مظلومه، انا ما ارتكبتش اي جرائم يا سعاده الباشا، انا ست بريئه. حبيبتي يا خالتي، زمانها متمرمطه في الاسم. انت خايفه على خالتك من الاسم؟ ده احنا نخاف على الاسم من خالتك. يا بنتي هيسألوها سؤالين وهيروحوها. معلش يا شيرين ما تزعليش، بجد انا كان نفسي اساعدها، بس انت عارفه ما فيش في ايدينا حاجه نعملها. امتى بقى يا رب نلاقي الفلوس عشان تنقذنا من القرف اللي احنا فيه ده؟ هيا سيف، عرفت الحفله فين؟ بكار مش عايز يفتح، ما اعرفش ما بقوش يجيبوا لي ايه. سيف إيه؟ احنا مش بنهزر دلوقتي. بدور عليه بس فاتح صفحه تانية مش لاقي لسه. ولا هاني، ما تيجي يا تشوف المصيبه اللي احنا فيها دي. استني يا شوشو خلص المصلحه اللي في ايدي دي. يعني ما عملتش كده خالص؟ لا طبعا عملت، انا شاب وقاعد لوحدي وبيت كبير وبابا مسافرين على طول. انت بتكذب على فكره. اه والله العظيم بكذب. ايه ده انت صريح؟ اه والله، وما عملتش حاجه قبل كده. صريح وبتكذب؟ اه والله العظيم. انت غريب قوي على فكره. بس طيب. طيب جدا وربنا هيكرمك. الله يكرمك. انا بقى هحقق لك اللي نفسك فيه من زمان. ايه بقى هتعمل ايه؟ انا هجيب لك اتنين. اتنين بجد مصعب. ايوه عشان تعوض اللي فاتك، انت فاتك حاجات كتير. مش هجيب لك لسه واحده تقعد تحبها وتقول شعر والكلام ده. طب بلدينا بكره. بلدينا ايه بس، على فكره انا من القاهره. طب اقول لك ايه؟ قول لي الزيني بركات. صعب على لسانك؟ قول لي حاج سعيد. ماشي حاج سعيد. اؤمر. ممكن اطلب طلب؟ اؤمر. ممكن يبقوا ثلاثة؟ انت طماع. كذاب وصريح وطماع. والله بقى والنبي. خليهم ثلاثة. خد بيت حلاوتك يا حاج، انت جميل قوي يا حاج. بس على فكرة انت مش هتستحمل ثلاثة. مش مهم اولع. مش مهم. هموت. المشكلة بس عملت كده. ده ما حصلش أي حاجة وأنت بص. أيوة فرحان قوي يا حاج سعيد. خلاص أكلمهم لك. ماشي طب أسمع صوتهم بس. ماشي بس يا رب يكونوا خرجوا أصلاً. خرجوا منين؟ هم محبوسين؟ لا محبوسين ايه، خرجوا من البيت، اصل ابوهم بيقفش عليهم فما بيخلوهمش ينزلوا يعني متاخر. ابوهم حبسهم يعني؟ اه بس اطمن ابوهم مات. مات؟ اه ما هو عارف بقى بناته بيعملوا ايه. بس عارف مات وعارف؟ عاش راجل ومات عارف. بالظبط كده. بس يلا كلمه. بكام بقى دول؟ دول ثلاثه يبقى 3000 دولار. هم اجانب؟ لا مصريين. طب ليه دولار؟ معلش والقبض هيبقى معايا. ماشي ما هدي لك، بس ليه دولار؟ عشان الفلوس دي بتروح لناس محتاجه في امريكا. ف ما يعني الخير هيروح مع الذنب مع كله. ايه واحنا هنبقى تمام. واحنا في التمام. آه آه. ماشي طلب. تمام تمام. اه ان شاء الله بيع الترابيزه مش فارقه. بس ما تعملش بقى اي صوت عشان ايه ما يخضوش. بس اسمع صوته. ماشي بس ما تقولش حاجه عشان هم مش عارفين حاجه. ماشي خيالي هيساعدنا. ماشي لقيتها الحفله في الكونراد. طب كويس. ايوه يعني احنا نعمل ايه بقى؟ هنتصرف يا سيف. طب المشكله دلوقتي ان احنا مش معانا فلوس، هنجيب هدوم منين؟ نيلي انا مبقاش معايا فلوس، بس ممكن نستلف من شريف، بس نرجعهم له اول ما نلاقي الكنز ان شاء الله. شيكو شيكس. الو يا مستوره. لا مستوره شيكو. لا انا عايزها مفضوحه. مش انت تفضحها بقى. ثانيه واحده ثانيه واحده واحد. بقول لك ايه، انت نسيت الولاعه بتاعتك معايا. اه بس احنا يعني تمام. لا مليناها. ايه شيكو عايز ايه؟ بيجيب ما تتاخريش بقى. ماشي يلا سلام. شيكسو. ايه يا حبيبي عايز ايه؟ عايز فلوس. انت عايز تجيب انت كمان؟ اجيب ايه؟ ماشي هات له زود له خليهم خمسه. والله يلا تبقى بنجيبه ايه؟ مليطه ايه؟ بقى. بنجيب ايه؟ بنجيب فراخ. فراخ ايه دي اللي بنجيبوها دي؟ فراخ شمرت. فراخ شمرت؟ اه. ما تبقاش فيها ريش عند الرقبه دي. ايوه دي جامده جدا. ايه قوي؟ قوي. ايوه انا بقى عايز فلوس. ايوه طب انا اعمل ايه؟ انا مالي ما احضرش. انا معايا اتنين شامورت قاعدين هنا ناحلين وقبري. طب ما هي الفلوس كلها هتروح عند الحاج سعيد. اعمل ايه؟ الحاج سعيد مين؟ الحاج سعيد بتاع الفراخ. بقول لك ايه، الفراخ بتلبس. ها؟ لا لا خليهم يلبسوا، خليهم يجوا ينزلوا. ايوه يا عم يجوا. فين؟ هات فلوس ولا اطلع اجيب انا من فوق. لا 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 انا عارف طريق الفلوس. لا لا خلاص. عارف امك بتشيل فلوس. خلاص هطلع خلاص. بقول لك ايه يا كابتن، احنا قدامنا ان شاء الله قد ايه ونوصل بالسلامه؟ انت راكب شرق الدلتا؟ مش انت. بقول لك ايه يا كابتن، مش انت الطيار؟ ايوه انا الطيار. طب قدامنا ايه؟ حلو جدا. مرسوم والله العظيم. مفيش فيلم بقى تشغله لنا كده ولا اي حاجه؟ فيلم. اه نشغل لك. حابب تتفرج على فيلم ايه يا فندم؟ انت تتفرج على ايه؟ ايه؟ انت تتفرج على ايه؟ اي حاجه. اي حاجه لو انا بسالك. اباحيه. حاجه اباحيه. هات اسمع يا سيدي. انت مالك النهارده في ايه؟ مش هموت. مالك في انت بتلبس الاخضر ومش عارف ده حصل لك ايه؟ بتجنن. اطلع يلا هات لي الفلوس. ماشي ماشي. هات لك حاجه. ماشي نزود سلطات؟ اه زود يا حاج. ولا هاني بقول لك ايه؟
صاحبك ده عبيط قوي. ده فل. ده ما عندوش اي خلفيه عن اي حاجه. طب اقول لك على حاجه مش هتصدق، تعرف انا كنت اعبط منه والله. ايوه بس انا ابتديت بقى ايه اركز شويه، وبصراحه من ساعه ما عرفتك يا هاني وانا سعت الصياعه. طب بقول لك ايه، ايه انت ما عملتش كده قبل كده؟ كده ايه ما عملتش كده؟ لا عملت. انت كذاب. ايوه انا كذاب. انتوا كلكم كذابين كده وصرحه في نفس الوقت. ما احنا اصلحنا اصحاب بنمشي مع بعض على طول. معقول يا نجيب باشا حضرتك هنا لسه موجود من امبارح ما روحتش؟ اصل انا في مرحله خطر قوي. والله يا فندم والله بنتعلم التفاني من سعادتك، كان الله في عون سيادتك. بس ما تقلقش حضرتك، انا عارف انت مشغول بالقضيه دي قد ايه. انا وصلت لحاجه هتوصلنا للعصابه. قشطه 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 قشطه. يا فندم ممكن حضرتك تبص في الصوره دي؟ لازم دلوقتي؟ بعد اذن سعادتك. اتفضل. ايه مالها الصوره دي؟ الصوره دي اتاخدت النهارده لاحمد فهمي في مزاد علني بعد ما اشترى عدد نادر جدا لمجله ميكي ب 150,000 جنيه. اوه 150,000 جنيه. مش ملاحظ حاجه غريبه سعادتك؟ طبعا واضحه زي الشمس. اعملوا لي تحريات عن احمد فهمي، شوفوه جاب ال 150,000 جنيه دي منين، مع انه ما عملش حاجه السنه دي في رمضان. فلوس الاعلان يا معلم، واضحه زي الشمس. يا فندم بص ورا احمد فهمي. بص ورا ازاي يا ابني؟ ده في الصوره نيلي وشريهان واقفين ورا احمد فهمي. نستشف من كده ان احمد فهمي هيعمل الفوازير السنه الجايه مع نيلي وشريهان. برافو عليك يا احمد، انت حسك الامني تطور جدا والفني كمان. برافو 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 يا فندم. نيلي وشريهان بتوع العصابه مش بتوع الفوازير. ايوه ايوه واضحه، بس هو اصله في اول الكادر وحضوره قوي واخد منهم الصوره. يعني انت عايز مني ايه بقى؟ ايه علاقتك باحمد فهمي؟ عايز ايه يا فندم؟ احمد فهمي شكله كده هو ضربتهم اللي جايه. ما هو ده اللي انا بحاول اوصله لك من الاول وانت مش مركز معايا. مفيش اي تطور لا في الحس الفني ولا في الحس الامني. يا اخي اتفضل اتفضل اعطي مني الدور. دينا جينا، هنعمل ايه بقى؟ انا عشان اخد قرار زي ده محتاجه مكان هادي عشان اقعد افكر فيه. ايه رايك اطلع السبا اعمل مساج؟ سبا ايه ونيله ايه دلوقتي؟ خلينا نخلص. شيريهان انا مش مصدقه اصلا ان انا واقفه في اوتيل. الاماكن النظيفه وحشتني قوي. وانا كمان وحشتني قوي. اوعدك اول ما ناخد الفلوس هنبلبط كده في السبا. يا جماعه يا جماعه احمد فهمي اهو. ازيك اخبارك ايه؟ سنة طيبة. ولا يهمك خالص ولا يهمك. اهلا ازيكم اخباركم ايه؟ تمام الحمد لله. اوكي طبعا اتفضل. ميرسي ميرسي جدا. طب هنعمل ايه؟ بص انا عندي فكرة وربنا يسامحني عليها. انت هتاخدي شريهان وتروحوا الحفلة ورا احمد فهمي، وانا هطلع انا وهاني فوق الأوضة بتاعته هنجيب العدد. طب انت هتعرف رقم اوضته منين؟ دي بقى سيبوها عليا انا. ايوه هتعمل ايه؟ مالكيش فيه بقى، انت بس اعملي اللي قالك عليه، خليكوا ورا احمد فهمي، واول لما تلاقوه طالع على الاوضه بتاعته كلمونا على طول. اوكي يلا. احنا هنعمل ايه؟ مالكش فيه بقى. ايوه ايه اللي ماليش فيه؟ قول لي هتعمل ايه عشان هنرتجل. طب يلا نرتجل. ماشي بس خليك معايا. ايوه انا هروح فين؟ ما تجاريني في اللي انا هعمله. ماشي اخلص. انت هتسرق ورد؟ على فكرة يا هاني ده ورد مش بطاطا، على ورقة الكريون دي. الله بالخير. أهلا وسهلا يا فندم. حياك الله. أهلا وسهلا. أبي أعرف غرفة الفنان أحمد فهمي. وأنا أبي فوق الشجرة. لا تؤاخذه يعشق الكوميديا، نسميه عندنا الخليج كوميدي. هو في الدور ال 23 غرفة رقم خير يا فندم؟ لا كنت هقول رقم كام؟ رقم؟ أيوة بس أنا كنت عايز أتشرف بحضرتك. تتشرف بينا. اني الا اني اسمها اني انا انا انا
الأمير محمود سليمان أمير نزلة السمان، وهذا شيخ العرب همام. إيوه 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 إيوه. ما تقول له إيه؟ هتبص دي إيوتش إيوتش إيوتش. معنا هدية من أمنا الشيخة نعسانة، نبي نعطي هذه الورود النادرة الوجود للفنان أحمد فهمي. وهي فين يا فندم؟ هي معاكوا هنا؟ يقول لك الأميرة نعسانة. نعسانة نعسانة كيف تسوي نعسان؟ طيب ما فيش مشكلة، هيكسبها لنا وإحنا هنوصلها. نسيب الورود هنا يصير هذا؟ والله ما يصير هالكلام. ما يصير، ما يصير هالحكي، ما يصير. تبوظوها، هذه ورود رقيقة تحتاج معاملة. طيب هستأذنكم بس أسأل المدير وأجي أرد عليكم. آه خويي، تشيك مع المدير. تشيك تشيك. هيا، ايه رايك؟ ايه رايي ايه خيو؟ انت بتقول ايه؟ ده مش خليجي. ده خليجي مية مية. احنا ما بنقولش خليجي، ما تكذبش على ده. خليجي والله يا ابني، انا 7 سنين في جامعه الدول بلقط الخلايجه واقعد اتكلم معاهم ودي ودي ودي. انت بتلقط ناس كتير فبتقول كله مع بعضه فخفخينا. طيب ما احنا كنا بنقعد عند فرغالي بشوفهم هناك. انا اسف جدا يا سمو الامير، مش هقدر اديك رقم غرفه الاستاذ احمد فهمي. كافي ما تسوي رقم احمد، عايز ابقى الحقيقه. نعم نعم. المدير قال لك مو يصير. الحقيقه قال مو يصير. هو المدير خليجي حبيبي؟ أكيد ما قال لك مو يصير. كيف تشي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتنا هي السلام كما ترى. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، معك الأمير فلان ابن علان. لا ده أمير في ألف ليلة وليلة. لا، في مملكة كليلة ودمنة. ابن الأميرة ندمانة بنت علانة. ندمانة بعد ما جابتك طبعا. ندمانة من ساعة ما اتزوجت أبي. وخليك في حالك. معي ورود من أجود وأنظر أنواع الورود والزهور، أبي أن أعطيها للفنان أحمد فهمي. خيي المدير قال مو يصير. ليش ما يصير؟ مو يصير. وبعدين إحنا جايين الأول. شنو جيت الأول؟ أنا جاي بعدك وأخدش قبلك. كيفتش؟ كيفتش؟ يا أخي أرحمكم الله. كيفتش؟ أعدي أعدي يا أخي، خد علاج. أعدي. مو ينفع يومو يصير وإحنا جايين الأول وبعد عننا يا قاطع الطريق يا وجه الكنجرو. أنا وجه الكنجرو؟ إي نعم. وتضرب الكرش؟ نعم. هذه إهانة ما يمحوها إلا الدم. إلا الدم؟ نعم الدم. وين؟ خذ سلاحك. وينه؟ خذ سلاحك. العزة لنا ولا عزة لك. والسباب يا 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 جماعة يا جماعة، من فضلكم تخانقوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعارك. وايش دخلك انت؟ طب معلش اتعاركوا على جنب شوية. احنا مو نتخانق، احنا نتعاتب. نعم. طيب معلش اتعاتبوا على جنب شوية من فضلكم. نتعاتب على جنب، نتعاتب. تعالوا نتعاتب خلف الجبل. هيا بنا خلف الجبل. هيا بنا. أين الجوال؟ منك لله يا شيخ، بوظت لنا المصلحة. مبسوط دلوقتي عم ضحي؟ ضحي؟ انت ايش عرفك ان انا ضاحي؟ يا سلام يا اخوي، انت حويط انت قوي يعني يا ابني. ما انت زي ما انت، شنبك هو هو وشعرك هو هو وادائك هو هو. البورسعيدي زي الخليجي. لا ما شفتنيش في الصعيدي والحجاله اجنن. ما شفناش يا سيدي. بصوا بقى من الاخر، انا عارف ان انتوا جايين عشان خاطر العدد، وانا كمان جاي برضه عشان خاطر العدد. فناخد العدد وبعد كده نتصافى. طيب وانت هتعرف رقم الاوضه منين؟ دي شغلانه انا ولا مؤاخذه. طب ولا مؤاخذه، احنا ايش ضمننا اللي الكلام اللي انت بتقوله؟ يعني لما نجيب العدد مش تاخده مننا زي كل مره؟ حاضر خلاص، خشوا انتوا الاوضه وجيبوا العدد وخلوه معاكم، وبعد كده هيبقى يحلها ربنا. طيب ماشي، ممكن نتكلم خليجي شويه عشان ما نتفقس؟ عشان انا حاسس ان احنا من سينا مش من الخليج. خلاص نغني اغنيه خليجي لحسين الجسمي. اما براوة براوة، اما براوة دور حبيبي طراوة اخر طراوة. قلت حبيبي ملانا عطشانة يانا. الفراشة البيئة دي، ده لو كان الواد هاني هنا كان زين العيد ميلاد ده حلاوة. والنبي يا شيرين اسكتي انت وهاني بتاعك ده. يا
بس الواد وانا بكتفه ايديه اتحشرت في زوري. وانت اللي كنت عمال تعضني؟ يخرب بيتك. هو انت؟ معلش معلش بس الحمد لله لبس الواد قضانا احنا الثلاثه. اه عملنا كوي بيست. شيرين ها عم دهب قاعد هناك. فين؟ اهو هناك اهو. هاي سويت. طب الدهب قال احسن يعرفنا. ايه اللي جابه ده؟ بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس اللي نازله فيها. ثانيه واحده معلش. المدام ده وقته ده ده وقته. الو يا شوش. اياد يا هاني بقول لك ايه؟ خلي بالك عشان عم دهب هنا. ما انا عارف ما هو ضاحي معانا. ضاحي؟ ضاحي بيعمل معاكوا ايه؟ الله يخرب بيتك. ما تقلقيش على فكره الواد ده طلع محترم وغلبان وعمال يساعدنا من الصبح. ياض ما هو كل مره بيقولوا كده ياض. ما تقلقيش المره دي امان. يا هاني اسمعني يا هاني ما ينفعش تعمل كده. شفتي بقى هاني اللي انت فرحانه بيه؟ استني بقى دلوقتي يا نيلي. بقول لك ايه؟ هو البوفيه هنا اوبن ولا علب؟ علب يعني ايه؟ بوكسس بوكسس. انا اتغيرت انا اتغيرت. بصوا بقى ادي كشف بارقام الغرف واسامي الناس. لا مؤاخذه تليفون. عايزين نخلص بقى. الو بقول لك ايه؟ خلي بالك نيلي وشريان هنا. اه ما انا عارف ما هو هاني وسيف معايا. حاج بيعملوا ايه يا متخلف انت؟ ما تقلقش ابو الدهب بيه كله تحت السيطره. سيطره ايه وباب ايه بس؟ الله يخرب بيت مخك. وخلاص بقى يا ابو الدهب بيه. الله هو كل شويه شتيمه شتيمه. مفيش حد ولا سكريه. مع السلامه ابو الدهب بيه عشان هخش الحمام. لا مؤاخذه يعني مزنوق. مع السلامه مع السلامه. يا ساتر. قال لك خلي بالك من هاني وسيف. اه بصوا بقى ادي كشف. شتمك قال لك ايه؟ قال يا متخلف. طب عادي يا عم. بصوا بقى ادي كشف ارقام الغرف. ما خلاص يا سيدي عرفنا. طب ادي الماستر كي اهو. ماشي ماشي. الاوضه رقمها 2305. طيب ده بقى انا اخربش الكارت يطلع لي رقم ادخله على الباب يفتح. دخله على الباب ايه ويفتح ايه يا ابني؟ انت بتقول ده المفتاح. افتح يا جماعه انتوا هتروشوا. يا ابني ده المفتاح الممغنط. الايه؟ ممغنط. طب خليه معاك انت. في ايه ده ممغنط؟ ما انت عيل ممغنط فخليه معاك انت احسن. يا جماعه ما تمغنطوناش بقى. خشوا انتوا الاوضه سلكوا العدد وانا هقف لكم بره نادوني. لو حد جه هخبط واجري. ايه المعيله دي؟ ايه ده؟ انت وانت صغير كنت تطلع عماره وتقوم مخبط على الباب ده وتجري تجري تخبط على الباب التاني وتجري والجيران يطلعوا يفكروا ان هم اللي خبطوا على بعض. اه انت كنت بتعمل كده. ايوه صح. وكنت برمي بومب على راس الناس في العيد. انا كنت اتف عليهم. والله العظيم. انت كنت بتعمل كده برضه تخبط وتجري. لا انا كنت بروح مع اصحابي اروح ارن الجرس صحابي يجروا وانا ما بلحقش اجري بقى. اه كنت انت اللي بتلبسها. ايوه كنت بروح موجوع بس مبسوط. موجوع بس مبسوط؟ مش بقول لك علم مغمض صدقتني. ما هو صاحبك انت وصاحبي انا. يلا بقى خش وسلكوا العدد بسرعه. ماشي. بقول لك ايه؟ وانت صغير كنت بتجيب سلك المواعين تولع فيه وتعمل كده اهو. اه ايوه واجيب بوسمان صلب كده واجرح بيه عربيات الناس كده. كنت مؤذي. ايوه مجرم مجرم. خلاص بقى خشوا بقى يلا سلكوا العدد بسرعه قبل ما نتكشف. يلا يلا يلا. عارف انا هاني وانا صغير كان ليا واد صاحبي بيجيب بيرسول ويجيب ولاعه كده ويطلع نار جامده جدا اقسم بالله بجد وحياه ربنا ده واد رهيب قوي. لا اله الا الله. ايه ده فتح فعلا الباب؟ ايوه فتح الباب. بقول لك انا الكارت ده يلزمني. هتعمل بيه ايه يا هاني؟ اصلا لما بتاخر ابويا بيقفل الباب وانا بسوح. فهتاخد ده عشان يفتح الباب بيكو الحديد ابو جنزير يعني ده هيفتحه بالظبط. خده يعني. ليه خالص؟ اه خده ليك خالص. على فكره انا في عيد ميلادك هجيب لك هديه. لا مش معنى انا جبت لك هديه تقوم انت جايب لي هديه. ده شغل بقى بتاع عيال صغيره. عشان ما تفتكرش ان انا عيل تنح ولا حاجه. وانت اخويا يالا. تعالى بس. اوبا شفت يا عم احمد فهمي قاعد فين؟ اه اوضه الاجه. اه الواحد بقى ايه يدور وهو رايق. بالظبط. يلا ندور. يلا بينا. انت يا عم بتعمل ايه؟ في ايه؟ بتعمل ايه؟ ما هو لازم لما تدور نقلب الاوضه كده. اه صح ايوه ايوه عشان احنا نلاقي الحاجه. صح امال هنلاقيها ازاي؟ بالظبط. استنى اشوف الشنطه دي فيها ايه.
عشان نحس ان احنا بندور لازم نعكش الحاجات كده. ماشي ماشي عندك حق. بتعمل ايه؟ ايزه يا رب يطلع على قد يا رب. على قد ايه ده؟ تصدق حلو عليك بكتاب الله. خده. الله والله انت واد جدع. خد ده بقى اديه لخالك محسن. ايه ده؟ هيبقى عسل فيه. لا خلي محسن برضه هلبس اخضر. طب خد خد ده اديه لمحسن. الاصفر حلو. انا عارف دماغكو. بس انت تعرف خلي محسن منين؟ إيه؟ مش انت حكيت لي عنه كتير؟ انا بنسى اصلي. معلش شيل دول هنا ودول هنا فكرني بيهم. ماشي. ايه ده؟ ايه؟ ايه ده؟ هو مش احمد فهمي ده بتاع سمير وشهير وبهير؟ هو. امال ايه ده؟ هو ده تلاقيه بتاعهم هما التلاتة. ايوه هما التلاتة عشان كوميديين. ايوه صح. ممكن تلاقيهم بيعملوا بيفكر او حاجة. اوه يلبسوها وتعالى. او ده بتاع شيكو بس على فكرة. ايوه العسل ده. ايوه هاتوا نساوموا عليه ده. ولا هاني. ايه؟ بص ده بقى يكبرك في الشتاء. قيسوا كده. حلو. مفيش تيشيرتات بقى كده عليها. هو احمد فهمي بيشتغل في بورسعيد ليه؟ معاه ايه ده؟ معاه باله في قلب الشنطه. بس حاجات حلوه. انا شاكر لمستر شاكر على دعوتنا النهارده، وبشكره اكتر لانه وثق فيا ومضاني برنامج في قناته الجديده. والله العظيم والله العظيم ده أكتر راجل خير شفته في حياتي. استغفر الله العظيم يا رب. مفيش محتاج خبط على بابه ورجع مكسور الخاطر. مفيش زميلة أو فنانة نزلت من شقته مش واخدة حقها وزيادة. وده اللي شجعني عشان أمضي معاه برنامجي الجديد. وعلى فكرة اللي هيقدم معايا البرنامج ده مستر شادي شاكر. احنا يمكن استقرنا على اسم مبدئي للبرنامج، وهو انا وشادي اتربينا سوا، لعبنا على الحبل وركبنا الهوا. البرنامج ده ممكن الناس تقول مستر شادي بيقدمه معايا كمحسوبيه او واسطه عشان ابن صاحب القناه. انا بقول لكم لا خالص، والله العظيم والله العظيم كمان مره، لا واسطه ولا محسوبيه. استغفر الله العظيم يا رب على حرفنات الكذب دي. كان في اسامي كبيره جدا مرشحة إنها تقدم معايا البرنامج، زي أستاذ وائل الإبراشي، أستاذ معتز الدمرداش، أستاذ جابر القرموطي، أستاذ توفيق عكاشة. أظن بعد الأسامي دي كلها عرفنا ليه اخترنا مستر شادي. خلاص أقفل إيدي. حاضر يا باشا حاضر، خدامك، هجيبها من الأوضة بسرعة بس وأجي. الحقيقة شريهين ده هيطلع الأوضة. طب تفتكر جوز الخيل اللي معانا دول خلصوا اللي بيعملوه ولا لسه؟ أكيد لو كانوا خلصوا كان سيف هيكلمني. يا مصيبتي يا خرابي، الهم مكبب على بابي. وبابي أنا كمان. هنعمل إيه؟ مش عارفة، بس ده ما ينفعش يطلع، لازم نثبته هنا. أنا هتصرف، تعالي. أحمد فهمي. إزيك؟ عامل إيه؟ الحمد لله. ممكن ناخد من وقتك بس 5 minutes؟ معلش أنا لازم أطلع الأوضة بسرعة عشان أجيب حاجة وهنزل على طول. لا لا ده هما 5 دقايق، مش هناخد من وقتك كتير. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ إيه ده؟ في حد مضايقك يا فنان؟ في ايه؟ انتوا معاكوا دعوات؟ ها انت ازاي بتكلمنا كده؟ انت مش عارف احنا مين؟ انتوا مين اصلا؟ احنا الفهماويين. الفهمة ايه؟ الفهموية. يعني رابطة محبي احمد فهمي. بجد؟ هو انا في حد اصلا بيحبني؟ ايوه طبعا، انت عندك فانز كتير جدا. احنا عاملين لك بيج على فيسبوك فيها انا وبنت خالتي ولايك 3 كمان اصحابنا. لا لا ونسيتي شهاب وعلي ولاد طنط اعتدال بيحبوك. شهاب وعلي. طب امسك انت اخلع خلاص. مش مشكله، انا جيت في وقت مش مناسب. اتفضل اتفضل. امروني خير حضرتك؟ انا اختي صوتها حلو قوي ونفسي تسمعها. طب انا هطلع بس بسرعه اجيب حاجه وهنزل. اعملي فكره تسول تسول. بس قعدت البي على فكره. انا عايزه اقول لك على حاجه. انا بغسل الكلى وكان عندي جلسه النهارده وما رحتهاش عشان اسمعك صوت اختي اللي فيها شبه من غادة عبد الرازق دي. لو سمعتها وهي بتغني اغنيه بونسواري مش هتندم صدقني. طب 5 دقايق وهنزل اسمعها والله العظيم. انا مش ضامنه اعيش الخمس دقايق دول يا بيه. ما تعيطيش يا غاده. لا حول ولا قوه الا بالله. حس بقى ان الموضوع انساني، انا هخليك تغني. هتطلعي دلوقتي حالا تركبي مسرح وتغني، بس على شرط واحد بس، تقولي ان انا جايبك هديه لابن صاحب القناه. انا مصدومه فيك.
انت ازاي مش طيب؟ مش زي ما بتطلع في التمثيل والانترفيوز. امال ايه؟ بكره لما تخش الشغلانه هتعرف انها ماشيه كده. جهازها حلو على ما قدمك. لا حول ولا قوه الا بالله. شفتي بيعمل ازاي يا نيل؟ خلاص مش مهم، المهم انه مش هيطلع الاوضه. احنا بقى هنعمل ايه دلوقتي؟ تعالي. لا اي حاجه. وانت هتفضل نايم كده سيبنا ادور لوحدي؟ مالك يا سيف متعصب ليه؟ متعصب عشان احنا في الدور ال 23 وانا عندي فوبيا اماكن مرتفعه. الله يقطعك ويقطع فوبيتك. فوبيا اماكن مرتفعه واماكن منخفضه واماكن سياحيه، كل حاجه فوبيا. ممكن تبطل كسل وتقوم تدور معايا؟ مش كسل يا ابني، مش كسل، هو السرير بيسحب كده وبيخليك مش عايز تعمل اي حاجه. يا سلام، يعني السرير بيسحب، يعني انا لو جيت جنبك دلوقتي يا نعيم بجد مش قادر. ده مريح قوي يا هاني. جامد صح؟ جامد جدا. لسه بقى هظبطك دلوقتي. هتظبطني ازاي؟ هنطلب اتنين مساج يمغنطوك. انت متخلف يا هاني، واحنا معانا فلوس للمساج يا ابني؟ ما هو الحساب على صاحب الاوضه. ايوه صح. طيب افترض طلع عندي فوبيا من المساج. ممكن ما يبقاش عندك. وممكن يبقى عندي. وممكن ما يبقاش عندك. جمد قلبك. النور هيعمي عينيك. مفتاح باب الاوضه قصادك مد ايديك. يا عم اخلص بقى، انا عندي فكره. ايه؟ طالما احنا مش هندفع فلوس واي حاجه لينا، احنا نجيب اكل. انا بقالي كتير قوي ما اكلتش وجعان قوي، وكل الاكل اللي بناكله معفن قوي. ماشي، بس ممكن يكون عندك فوبيا من الاكل، يعني ممكن يكون عندك فوبيا من الخضار مثلا. لا لا، انا ما عنديش فوبيا من الخضار. انا عندي فوبيا من حاجه واحده في الخضار. ايه هي؟ القتة يا هاني. مين يا ابني ما عندوش فوبيا من القتة؟ اطمن يا سيف، انت انسان كويس. انا محضر لكم مفاجأة. الفرقة اللي جاية تغني دلوقتي حالا جاية مخصوص، والله العظيم، والله العظيم كمان مرة انا معطلهم عن التور بتاعهم في امريكا. استغفر الله العظيم يا رب. كل ده عشان عيون شادي. هاني
ولا هاني انت فين؟ تعال انت سجلت الاختراق. اختراق ايه؟ البني بيزغزغ والميه بتضرب في حتت. بتضرب في حتت فين؟ لا مش هحرق لك، اقلع وانزل. اقلع ايه؟ احمد فهمي جه. اللي جابه ده؟ اللي جابه احنا في السويد بتاعه. طب روح ليه؟ قال ايه ساد؟ قدم له حاجه اتكلم عليك. ابنه اتنيل على عينك، انا اتصرف. روح روح. همثل ايه؟ انا قتلت ناس كتير قوي في الشغلانه دي. هاني انت الدم بقى عندك رخيص يا سيف. والعمل هنعمل ايه في الجثه؟ لازم نخفيها طبعا. بقول لك ايه؟ روح هات لي الترولي. عايز الترولي؟ يا حلولي. بسرعه بسرعه يا سيف بسرعه. لا الحق خد لي غطس عقبال لما يجي. علي الزفت هاني. سيف رد عليكي؟ لا برضو موبايله مقفول. طب جربي تاني كده. ما بيردش برضو ابن البردة. مش هينفع نفضل واقفين كده. تاكسي يلا اركبي. عملت ايه؟ كله تمام ابو الدهب. ايه جاد عادة ضحي؟ لا كمان وسوحت لك العيال ودخلتهم لك اوضه تانية. خلاص ما انا قلت لك جاد ضحي. ايه يعني انزل لك شجر بجرايد؟ لا يعني ما اقصدش ابو الدهب ايه، بس الحكايه دي يعني عايزه لها حسابات تانية. اه طبعا انا عينيا ليك يا ضحي. غريبه انت وافقت كده على طول ابو الدهب. ايه يا ابني انت حبيبي. بقول لك انت حبيبي. وبعدين يعني هو الكلام بفلوس؟ دور يلا اطلع. الان والله اطلع. حاضر حاضر ابو الدهب. ايه ما تنساش بقى وانت ماشي تناول العربيه بنزين وحاسبك بكره. ها حاسبني بكره والنبي ابو الدهب. ايه الله يخليك. عمري كلت عليك حاجه قد؟ لا ابدا. طيب ابدا. حاضر بكمله المصاريف. هما دول يا فندم اللي خطفوه، ولما رجعنا الشرايط لقيناهم واقفين في ريسبشن مع البنتين دول. هما دول نيلي وشيرهان اللي انا بدور عليهم، واكيد الولدين اللي معاهم دول هاني وسيف اللي صباح قالت لي عليهم. ومين دول يا فندم؟ ده عصابه كبيره تستهدف النجوم، بس نهايتهم هتبقى على ايدي ان شاء الله. انا محتاج اروح الاوضه عشان اشوفها بنفسي. تقدر تتفضل يا فندم. ايه الاخبار؟ تمام يا فندم شغالين. هو المجني عليه اختفى من امتى؟ ما نعرفش حضرتك. الهاوس كيمنج طلع بنص ساعه. لا الاوضه زي ما حضرتك شايفها كده بالظبط. ايه ده؟ ايه ده؟ مين اللي سايب تليفونه مفتوح واحنا بنشتغل يا اساتذه؟ مفيش يا فندم، كل تليفوناتنا مقفوله. امال ايه اللي انا سامعه ده؟ الو؟ لا انا مش هاني. هاني مين؟
أنا لقيت التليفون ده في الشارع. أيوة أنا اسمي سميدة. لا إحنا ما ناخدش حاجة حرام. قولوا لنا أنتوا فين وإحنا نجيبهم لكم لحد عندكم. أيوة أمال قول العنوان. عارف. أيوة على اليمين. أيوه عارفه. مع السلامة. ده يا جماعة مش قادر استحمل. ايه ده يا اسود؟ ايه اللي انتوا شايلينه ده؟ بقول لكم ايه؟ احنا قلبنا الأوضة على العدد ما لقيناهوش، قلنا نجيبه بنفسه يقول لنا بقى فين العدد. هو مين ده؟ احنا لسه سايبينه في الأوتيل. سايبينه في الأوتيل؟ يا نهار اسود، امال مين ده؟ يعني هو طلع بدورين ولا ايه؟ اي حرام عليكم حرام عليكم، سيبوا نعيش. عيش فينه؟ بطلوا ضرب فيا. جدول ضرب ولا جدول الحصص؟ تن ترارارن تن تن. ده الخليل كوميدي. طبعا انا الفانز بتوعك. شكرا ميرسي. هيسيبوه على عاوي. خليل كوميدي واكل الجو. الجو بيضحك اكتر من الجو. عسل وطحينة. يا جماعه معلش، هو ايه البتاع ده؟ ده الخليل كوميدي مشهور جدا، مش عارف ليه. وايه اللي خلاكوا تختفوا الخليل ده؟ ما هو ده اللي كان موجود في الاوضه. يا جماعة دي قطي، أنا قطي ولا قطتي؟ تن ترارار تن تن. الحمد لله. يا جماعة في مصيبة كبيرة، الراجل ده عارف شكلنا، لو سبناه هيبلغ عننا، لو قعدناه هيشلنا ويطلع عين أهلنا. لا لا، ده احنا هنسهر للصبح، ده هيضحكنا هيضحكنا. أنا ممكن أضحكوا أقول لكم فوازير. يلا. ممكن أقول لك فزورة حلوة صغيرة. ها عارف إن حلتها؟ كسبت وزتها. حبيبي قولي ليه الدكتور بيدي للمريض بينج؟ تخيل معايا ليه؟ ليه خلوه؟ عشان الدكتور ما عندوش بينج بونج، بينج بونج وبلياردو. تان 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 تان. مش قادر. عسل اقول لك نكته حلوه كمان. بصي، مره واحد اشترى قلمين، واحد يكتب بي والتاني يكتب سي. تان تان تان. اي قلبي قلبي. اي ليه قتلنا الخليل؟ علشان دمه تقيل. تترارارا تتت كده. قتلته البسمة، قتلته الضحك، أنا بحبه جدا. بس بقى متقلقوش متقلقوش، أنا هكلم حد دلوقتي يخلصني من جثته. إيه ده؟ الموبايل فين؟ تليفونك وقع منك في الشارع يا هلهطة، وفي راجل قال إنه هيجيبهولي، متقلقش. شارع إيه؟ أنا نسيت التليفون في الأوتيل. إيه؟ أمال مين الراجل ده وقال لي كده ليه؟ خرب بيتك، دول أكيد البوليس. نهار أسود، بوليس؟ أنت قلت له هيقابلك فين؟ قلت لهم العنوان وزمانهم جايين على هنا. طب يلا نهرب بسرعة. لا يلا. لا نهرب ايه يا جماعه؟ مش هسيب الخليل كوميدي. حبيتيه صح؟ حبيته قوي. ايوه شفته بيضحك والله. يلا خلوني معاه. خلوني. يلا بسرعه. خرابي على وشي. اجري. لو حد سألك ها قولي له ان خالتي ماشي. من عينيا يا روحي. لا بالراحة عليا. ايه دي والنبي، هو هاني ما وصلكيش عليا ولا ايه؟ ها بالراحة عليا، ده انا متلصق. اتفضلي اتفضلي. حاضر كده. اتفضلي. يخرب بيتك يا هاني. خشي خشي. طلعيلنا البريلو وحمريلنا الناجتس ماشي. انت واضح عليك ان انت شقي قوي. لا ده في همبرجر لسه، انا هبهدلك. يا لهوي مين ده؟ والمصحف ما عارف مين ده؟ بقول لك ايه؟ انتوا كام واحد بقى يا اخويا على كده؟ عرفني اهو الاول. يا ست انا لوحدي بس، انا ده جثه وانا اللي قدامك، انا ما عرفتش مين ده. لا لا يا عيني، هاني ما اتفقش معايا على كده خالص. ولا اتفق معايا على كده انا كمان. افتح لباقي الجروب يا اخويا. مين؟ بوليس. نهار اسود نهار اسود. اختفي هنا اختفي هنا. بوليس. حاضر حاضر. بقول لك بوليس. ايوه افتح. انت مش مصدقني. ماشي يا باشا مصدق. بوليس. ماشي يا فندم، اهلا وسهلا. افتح. معلش يا فندم بس بغير، بس انا اسف مش هينفع. انا بوليس اشوف كل الغيارات يا فندم. معلش بس مش هينفع بغير. فين نيلي وشريهان؟ مين نيلي وشريهان دول؟ بتوع الفوازير؟ ما تفرجش على فوازير. لا يا فندم معرفش. طب فين هاني وسيف؟ ايه الاسامي ده؟ انا شريف يا فندم، معرفش مين دول. افتح بقى ما تتعبناش. مع سعادتك اذن نيابه بس بعد اذنك. انت باين عليك متعلم وهترغي كتير. هتتعبنا. ايوه اتفضل. ده مني مطعم يا فندم. حبيبي اطلب سندوتشات وجبات اللي انت عايزه. حبيبي اتفضل، ربنا يخليك. سلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا اهلا. ايه ده؟
مين ده؟ ومين دي؟ حضرتك ده والله العظيم ما اعرفه، دي انا لسه هموت واتعرف عليها بس حضرتك ما اديتلهاش فرصه. اه دي اللي انت سايبني بقى واقف على الباب وقاعد تغير علشانها. انا ما لحقتش يا فندم، احنا واقفين بقدومنا اهو. ايه ده؟ ده الخليل كوميدي. طب اتفضلوا معايا. طب بعد اذنك هتفضل معاك، بس ممكن اطلع على بس ربع ساعه وانزل لك على طول. ربع ساعه؟ يا فندم حضرتك فهمت غلط، ده بس هو السلم اللي طويل، انا هطلع ابوسها وانزل على طول بس بعد اذنك انا تعبان. اخس عليك، ده انا كنت هاخدك مثل اعلى ليا. طب عشان السلم ده انا هسيب لك ده واخد دي. لا يا فندم ماليش في الكوميدي والله العظيم، تسيب لي ده ليه؟ اي اي انا خله في الملافله تن ترارارن تن تن. ممكن كفايه شرب بقى وطلبات عشان معناش فلوس، لو طلبنا سكر مش هندفع. اطلبوا يا جماعه اللي انتوا عايزينه، فيها عم سيف نبقى نجري ما فيهاش حاجه. ملك يا نيلي ما خلاص خلصنا. انا عمري ما هسامحك يا شيرين، حتى لو لقينا الفلوس وكل ده اتمسح من حياتنا I will never forgive you. ليه تخليني شكلي كده زي المقشطين من الشارع؟ مقشطين ايه بس؟ قسما بالله شكلك بالعباية السمرة سكسي بكتير عن شكلك العادي، والله شكلك يلوح المول كده، ده انا خايفة الواد هاني يبصلك. حلو تيدي شكلها بتبيع درة. اسم الله عليك يا عم هاري بوتر. اقسم بالله يا ست الكل انت لو فتحتي البلوتوث دلوقتي هتلاقي الشغل كده. اخرس انت يا هاني خالص، انت السبب في كل اللي احنا فيه ده. رايح تجيب لنفسك بدله وسيجار ب 800 جنيه واحنا التلاته جايب لنا لبس ب 100 جنيه. على فكره البدله دي ب 50 جنيه، الراجل قال لي السيجار عليه عرض ب 750 فما قدرتش اقاوم العرض. انت تعرف تشربه اصلا؟ اشربه ايه هو مش استحلاب؟ بس بقى يا هاني بس عشان مستقبلنا ضاع. وشريف زمانه اتحبس. والمجله مع عم دهب. بقول لكم ايه؟ ما تيجي نسلم نفسنا. نسلم نفسنا ازاي يعني؟ هو هنتحبس وكمان مش هناخد الفلوس. بقولك ايه؟ احنا نطلع على عم دهب في مكتبه وناخد المجلة. يا سلام، وعم دهب ده هيدينا المجلة بالسهل. يا بنت عم دهب ده لو شافنا هيودينا للبوليس على طول. اصلا كل المصايب اللي بتحصل لنا دي بسبب عم دهب. عصابة النجوم كما اطلق عليها في الشارع المصري، نيلي وشريهان واتباعهم. اتباعهم؟ هما ما قالوش اسامينا ليه واحنا مش قد المقام؟ هو ايه الصورة اللي حاطينها لي دي؟ انا عندي صور احلى من كده بكتير. صورة تقرف الكلب، صدقي بقى لو كانوا حطوا صورتك بالعباية كانت تبهرك كده تبهرك. شيرين انت بتتكلمي كده ليه؟ مش عارفة، هو انا لما البس العباية غصب عني بتكلم كده وتلاقيني بعمل كده. اوكي. من اخطر واعتى المجرمون وتبحث عنهم الشرطة بضراوة. وضعت مكافأة لكل من يعثر عليهم أو يدلي بمعلومة عنهم وقدرها 50,000 جنيها مصريا. ايه ده بدوبي؟ الخمسين حلوة؟ لا لا يا جماعة في ايه؟ انتوا اتجننتوا ولا ايه؟ أنا لا يمكن أبلغ عنكم أبدا. تبلغ عنكم؟ يبقى أنت حاطط في دماغك اللي أنت تبلغ. لا لا انتوا اللي دماغكم قذرة على فكرة. هو 50,000 علينا كلنا ولا على الراس الواحدة 50,000؟ شفتوا؟ مجرد سؤال على فكرة. خلونا دلوقتي نشوف بعض اللقاءات الحصرية مع ضحايا المجرمين. لا أنا نجيت من الموت بأعجوبة بأعجوبة بجد، والبنات دول أول ما اتكلمت معاهم عرفت إن فيهم حاجة مش طبيعية بجد. وأنا أحب أولا أشكر جمهوري العزيز طبعا بيطمن عليا، وأحب أوصل رسالة للبنات دول. أنتوا عايزين إيه من الفنانين؟ عايزين مننا إيه؟ عشان إحنا الحيطة المايلة يعني؟ عايزين نبطل نغني؟ عايزين نبطل نمثل؟ مش هنبطل نغني، مش هنبطل نمثل، لا مهما خوفتونا ومهما ارهبتونا مش هتكتموا صوتنا. ها ايه الاوفر ده؟ طب عليا الطلاق لاخطفها. انا هقول لكم على اللي حصل بالظبط. انا شفت الموت بعينيا، كنت داخل الاوضه فجاه اغمى عليا، فجاه رحت لقيت العصابه الخطيره ولا فطيره تن ترارن تن تن. ومعانا دلوقتي لقاء مع والد احد افراد العصابه من داخل المحبسه. وكمان بابي؟ أنا من خلال برنامجكم بناشد بنتي نيلي. والله وحشتيني قوي يا نيلي. لا بجد ريلي وحشتيني قوي يا نيلي. عايز أقولك حاجة يا نيلي، سامحيني يا بنتي بس واضح إن الميول العدوانية تجاه الفنانين عندك من زمان قوي ومتأصلة. أفكرك؟ لا اسمحي لي أفكرك نيلي، من فضلك ما تقاطعنيش. فاكرة في حفلة عيد ميلادك لما جبتلك الأستاذ سمير اسكندراني وولعتيله في الدوغلاس؟ ينفع؟ وبيغني اغنيته الجميله يا نخلتين في العلالي يا بلحهم دوا.
يا جماعة بابي فهم غلط، أنا ما عملتش كده، هو الراجل كان بيطفي معايا الشمع فلما وطى كده النار مسكت فيه. أيوة أكيد كان بيغني يا نخليتين في العلالي يا بلحهم، قام اتحرق وأبو ليه بلحهم. معرفش، مش فاكرة أنهي أغنية بالظبط. نيلي يا بنتي، الهرب لا يفيد، وأنا أحسن مثال قدامك، حاولت الهرب كتير وفي الآخر ما تقفش. نيلي، الجريمة لا تفيد. وحشتيني. يا جماعة يلا نمشي من هنا بسرعة، الناس ابتدت تشوفنا وتشك فينا. هنروح فين؟ ما كل حتة هنروح هتبقى مترقبة. بالظبط، وما تنسوش إن الناس دلوقتي بقت عارفة شكلنا، يعني أي حد هيشوفنا هيسلمنا على طول. دول 50,000 جنيه. أنت مثبت ليه في 50,000 جنيه يعني؟ النفس ضعيفة أوي. طب بقول لكم ايه، نروح عند عم بندق. ما اكيد عم بندق ده كمان متراقب. هنشوف، يلا بينا. يلا يلا. اعملي اداء يا نيلي. بتشي يا صح، شفتي البدله الجينز اللي فيها جليتر دي؟ هموت واجيبها. لا يا حبيبتي، انا عجباني العبايه السمراء بالاسترس دي. اخواتك دول يا حماده كده، اوعى تصدق اللي بيتقال عليهم. والدبيضه حلوه، والدبيضه حلوه. هي فين الكيدز اريا؟ حالا هوديك الكيدز اريا دلوقتي. ودي يا خناجه، كلمينا الديلا عشان نسكور. ماشي، هجيب لكم بودو بقى. هو في ايه؟ من امبارح مش عارفين تعلقوه، امال انا هحقق معاه امتى؟ بعد اذنك يا فندم. طالما حضرتك مش عارف تعلقني، ما نقضي الحقيقه كده، احنا على الارض كده مفيش حاجه. ما انا بقول لك، فين العيال اصحابك؟ انت اللي مش عايز تقول. انا ما اعرفش حاجه يا فندم، ما اعرفش عنهم اي حاجه. عايز نصدقك؟ طبعا علقوه. لا استنى 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 يا فندم، انا ما اعرفش غير سيف يا فندم. سيف هو اللي جاب لي الناس دي، وهاني اللي جاب لي البنت. حضرتك فاكر البنت؟ ها؟ بغض النظر، حضرتك شكلك مش مصدقني يا فندم ولا ايه؟ لا مش مصدقك. طب يا فندم عرفت علقني بقى؟ ابقى علقني وريني بقى. اه علقك، علقوه يا باشا. ده تقيل قوي يا باشا، ده من امبارح عايزين نعلقه مش عارفين نعلقه يا باشا. طب عاجبك المحمضه دي يا فندم؟ عاجبك المحمضه دي؟ الناس تعبت قوي معانا والله. ارجوك يا فندم ريحني. طيب خلاص، اضربوه هو على الارض. بسم الله ما شاء الله، نزل بقى. بسم الله ما شاء الله، فكره حلوه جدا. الله ينور يا فندم، انا بس هديك ظهري، انا اسف. ها حبيبي براحتك، انت مش غريب. اتفضل اتفضل. بالراحه يا رجاله. ها لطيف قوي الولد ده. سيف بص كده كويس، في حد شايفنا ولا حاجة؟ مفيش أي حد. طب يلا بينا يا جماعة، ننزل نسترسف في الاستخبص كده من غير ما حد يحس بينا. يلا شوشو. يلا بينا. ماشي جاي معاكم. اه طب دي مش هتقوم، يلا بينا احنا يا جماعة. طيب خلاص يا شريهين، خليكي هنا، ولو شفتي أي حد ولا بوليس ولا كده كلمينا على طول. مش اوكي شريهين، ما تناميش، هنروح في داهية كده. مش عيب عليكي وأنا حمادة. يلا بينا. يلا يلا بسرعة قبل العربية دي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حاج، اتفضل.